قلنا الثلاث حاجات اللي احنا عايزينها، ان احنا الاول اللانجوج زي ما قلنا لازم الانجليش بتاعنا يبقى بيرفكت، يعني ماتش مور ذان بيرفكت، يعني ابقى ماسترنج الانجليش بتاعي، اللي هو اللغه الجايدنج دلوقتي لكل العلوم ولكل العالم كله النهارده. واحنا زي ما قلنا برضه احنا كانت اللغه العربيه هي اللي كانت جايدنج في العالم كله لمده 700 سنه، ما قالت الدنيا عدل. النهارده ودي اول حاجه. النقطه الثانيه، وعشان ده مقابل الثلاث نقط دول، لان هم نقط هامه جدا جدا جدا، وهي ايه الاساس وهي السبب الحقيقي في ان احنا بنحاول ان احنا ننشر هذا الكلام. النقطه الثانيه، ان بعد اربع خمس سنين اي واحد في مجاله، المهندس في مجاله هيبقى اسم مثلا مدير موقع مدير اي حاجه، الصيدلي مثلا هيبقى مدير صيدليه، الطبيب هيبقى مدير مساعد مدير في مستشفى. يعني الموضوع احنا بنبتدي تكنيكال، وبعد كده بن ايه بنتحول الى كلمه اداره، لغايه ما توصل بقى ايه او بالكم كلكم اللي تبقوا وزراء. يعني المهم، يعني لازم انا بعد اربع خمس سنين ابتدي ادرس يعني ايه اداره، وافهم يعني ايه اداره، وده الكلام اللي احنا بنحاول ان احنا نـ 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 يعني ده الهدف الحقيقي من ان احنا بنعمل هذه اللقاءات مع بعض. النقطه الثالثه والهامه جدا اللي هي الكونتينوس امبروفمنت، اللي هي التحسين المستمر. ان ما حدش يجي في لحظه ويعتقد ان هو يعني بقى يعني يغتر بعلمه او يغتر بشهاداته او يغتر بماله او يغتر باي حاجه عنده. لازم الواحد يفضل باستمرار بيقرا وبيطلع وبيتعلم وبيسمع، ولازم بقى ايه يعني اوكوران زي ما بيقولوا الفرنساويين. هم الثلاث نقط دول الانجليش، ونتعلم يعني ايه مانجمنت عشان تتواجد معانا بقيه حياتنا، لان انا بنتطور بنبقى بدل ما بنبقى فني ببقى ايه؟ ببقى اداري. النقطه الثالثه اللي هي ما حدش يغتر لا بعلمه ولا بينفذه ولا بفلوسه ولا باي حاجه خالص، وده من ايه؟ يكمل يعني الحياه بتواضع كده، وتواضع حقيقي يعني مش يقول انا متواضع. المهم النهارده في اللقاء ال 11 هنتكلم عن مشروع جميل جدا اسمه ايه؟ اداره الصراعات والضغوط، Managing Conflicts and Stress. اينما وجد الانسان في صراعات، يعني من ساعه خلق الانسان، يعني احنا عندنا قابيل وهابيل كان في صراع ما بينهم، واحد قتل اخوه. والصراعات هنعرف بعد كده ان مش كل الصراعات هدامه، في صراعات بناءه وبنعملها، واحنا يعني انت كمدير مشروع الصراعات البناءه دي هنتكلم عليها. الضغوط بقى الحقيقه دي الضغوط اللي بتبقى ناتجه من حاجات كده برضه هتبان، يعني في فرق بين الصراع وبين الضغوط. الصراع ده هنعرفه وهنمشي فيه تعريفات اللي هو هنتكلم عليها. وفي الضغوط دي بقى لما يبقى ايه حاجات ايه مش 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 ايجابيه قوي، يعني لها برضه لها جانب ايجابي بس مش قليل. فالاجنده بتاعت الكلام بتاعت النهارده، عندنا اول حاجه المقدمه، تاني حاجه مفهوم طبيعه الصراعات التنظيميه، هو ده المهم، لان احنا دلوقتي احنا بنتكلم على مشروع او بنتكلم على شركه او يعني احنا اساسا احنا بنخاطب مدير المشاريع. مدير المشاريع ده بتبتدي من واحد بيعمل المشروع صغير قوي ان هو يعزم مجموعه ان هو لغايه ما يوصل للفضاء، لغايه ما يبقى مشروع يعني. فايه؟ فاحنا بنتكلم لاي واحد عايز ايه؟ عايز يدير مشروع يعني. وفي نفس الوقت برضو الكلام ده كله في الكاربوريت اللي هو في الايه؟ في الشركات او في المؤسسات او في اي مكان فيه ناس. فمفهوم طبيعه الصراعات التنظيميه، ودي الحقيقه في علم اسمه organization behavior، وده اتعرفنا عليه يعني في اواخر القرن اللي فات، وهو ده الاساس اللي عاوز يتعمق في الامور. يعني في كتب organization behavior، وادخل بس اكتب ايه السلوك التنظيمي، هل حاجه تقول لها وقدها 1000 مره، يمكن عاوز موقع حد يتخصص في اداره الصراعات والضغوط يعني. طيب النقطة اللي في الأجندة، النقطة صور التفاعل بين الأفراد والجماعات. يعني إزاي الفرد بإيه بيتفاعل مع الجماعات، وبيتفاعل سواء الجماعات بقى سواء في المشروع أو في الشركة أو في المنظمة أو إلى آخره. طيب
الصراع البناء والصراع الهدام، نحن واحد في صراع بناء وفي صراع هدام، هو كونفليكت. ففي بوزيتيف كونفليكت وفي نيجاتيف كونفليكت، ودي هنعرفها برضه وهنشوفها يعني. طيب، النقطة الخامسة، أنواع الصراعات التنظيمية. الصراعات اللي في التنظيم بقى جوه تنظيم، سواء كنت جوه مشروع، جوه شركة، جوه منظمة، جوه وزارة، جوه أي يعني أي مكان، يعني شغل يعني، أو تنظيم أنت جواه يعني، جوه المجتمع، يعني المجتمع نفسه في صراعات يعني. طرق إدارة الصراعات، إزاي بقى أدير الصراعات؟ النقطة السابعة، الضغوط، بقى بتيجي بتتكلم على الضغوط، يعني الست نقط الأولانيين كانوا بيتكلموا على الإيه، على الصراعات، وإزاي بتحصل، وإزاي بنديرها، وإزاي بنتكلم عليها، وإزاي إيه بنقدر نتعامل معاها، وأساليب حلها إيه، وأساليب التعامل معاها. النقطة الثانية بقى اللي هي الضغوط. دلوقتي في الضغوط دي اللي هي بتيجي على أي حد، أي حد بيشتغل أو عايش، الناس كتير قوي يعني، في ضغوط يعني في أي مجال، يعني في أي مجال وفي أي مجتمع. فاستراتيجيات بقى مواجهة الضغوط، أنا هواجه الضغوط إزاي؟ يعني كموضوع، يعني موضوع أنا كلنا بنحط تحت ضغوط، وأحيانا بتبقى زايدة قوي، وأحيانا بتبقى ظروف يعني إيه، مش ضغوط كتير يعني، لكن لازم الواحد يبقى تحت ضغط في أي وقت وبشكل أو بآخر يعني. المراحل الأساسية للوقاية من الضغوط، إزاي يعني أقدر يعني أوقي نفسي من الضغوط أو مجتمعي، أو إزاي أتعامل معاها، إزاي يعني أوقي نفسي. الاستراتيجيات الأساسية لإدارة الضغوط، في استراتيجيات إن أنا إزاي أدير الضغوط دي، وهتبان لنا برضه وإحنا ماشيين في اللقاء. وبعدين عندنا بقى إيه، دي المقدمة بتاعتنا. المقدمة بتاعتنا دي تقريبا هي الأجندة، بس بنقولها بسرعة كده عشان إيه، يمكن تفاهم الجوانب الآتية المتعلقة بإدارة الصراعات. هنتكلم عن طبيعة الصراعات التنظيمية كأحد صور التفاعل بين الأفراد والجماعات. يعني ما فيش صراع هيبقى، في صراع بين الإنسان ونفسه هيبان بعد كده، خلي بالنا. يعني إن هو مثلا عايز يعمل حاجة معينة وعنده قيم، أو عنده مثلا رغبة إن هو يعمل حاجة معينة، بيفضل عنده صراع فيها عايز يعملها. ودي طبعا دي يعني زي مثلا، ما هو محدش مثلا جميع مع جميع الانبياء او جميع الرسالات او جميع التنظيمات، يعني محدش بيؤمن بحاجه وبيدخل الا يكون ايه جواه، حصل معاه صراع تنظيمي يعني مع المجتمع كله، معه ومع نفسه. الصراعات البناءه والصراعات الهدامه، الصراعات البناءه والصراعات الهدامه، وهنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. الانواع المختلفه للصراعات التنظيميه هتدلنا بعد كده، وطرق اداره بقى الصراعات التنظيميه. الضغوط، مفهوم الضغوط بقى ايه؟ الضغط ومراحل استجابه الفرد لها، مصادر الضغوط، اعراض الضغوط واثارها، طرق معالجه الضغوط، مواجهه الضغوط، اسباب دراسه الضغوط، النتائج السلبيه والايجابيه للضغوط. فده كل ده هنتكلم عليه. استراتيجيات مواجهه الضغوط، بعدين الوقايه من الضغوط، وبعدين الاستراتيجيات السبعة، في سبع استراتيجيات عشان أدير الضغوط. مقدمة، تعتبر الصراعات التنظيمية الهدامة من الآفات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على أداء التنظيم، تؤدي إلى أما يبقى في صراع تنظيمي هدام، يعني أنت جوه، إحنا بنشتغل في طبعا كلنا بنحس الكلام ده كله. أنا مش بتكلم على يعني حد يفهم ده، دي السياسة، احنا مالناش دعوه بالسياسه، ودي احنا يعني ايه بنتكلم على الصراعات التنظيميه عموما، في اي مكان وفي اي مجال وفي اي مؤسسه وفي اي تنظيم وفي اي حته في العالم، دي موجوده في اي حته في العالم. في صراعات تنظيميه تبقى هدامه، فدي الافات الضاره تؤثر بشكل سلبي على اداء التنظيم، تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى ما يبقى في صراع جوه تنظيم معين، جوه شركه، جوه مؤسسه، جوه تضييع الوقت. الصراعات دي بتخلي الـ 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 الافراد مع بعضهم، او بشر مع بعضهم، في مناقشات مستمره، في تفكير مستمر، في عدم قبول مستمر، فده بيضيع وقت الانسان قوي. وبعدين بتبدد تبديد الجهد، في جهد بيضيع بقى في ايه، في حاجات مالهاش اي لازمه، ان انا مثلا اغلبه ازاي، اتغلب عليه ازاي، انتصر ازاي، اعمل كل دي حاجات يعني ايه بتبدد الجهد. وبعدين التضحيه بالمصلحه العامه، يعني احيانا انت بتبقى مثلا، مش انت يعني او انا يعني، لا، بيبقى واحد له مصلحه معينه وحصل منها صراع تنظيمي مع المكان اللي هو فيه، تلاقيه ما بيبصش للمصلحه العامه بقى، خلاص هو عايز مصلحته واللي يحصل يحصل. ودي بتحصل كتير جدا في الايه؟ في حتى برضه هتبان واحنا بنتكلم.
ان هي بتحصل في الاماكن اللي هي يعني ايه، ما بتبقاش، ما فيهاش انظمه، ما فيهاش سيستم واضح، فيها مشاكل كتير هتبان لنا بعد كده. وبعد كده طبعا تبديد الموارد، يعني احنا لما بنبقى في شغل احنا الموارد بتاعتنا اللي هم ايه، الاربع حاجات، المان باور والماشينري والماتيريال والايه والماني. الموارد دي لو انا في صراع في تنظيم او في مشروع او في شركه او اي حاجه، نخلي بالنا ان دي احنا اتكلمنا في التكوين بتاع التيم بيلدينج، ان كان في فورمينج وستورمينج ونورمينج وبرفورمينج، يعني خمس مراحل. في جزء منه الستورمينج، الستورمينج ده شكله صراع، بس ده مرحله معينه في المشروع، لان المشروع ده كميه ناس مش كتيره، وبعدين بيبقوا منطقين طبعا بشكل معين، فده يعتبر صراع، بس ايه بيستوب عند حته معينه. لما كنا بنتكلم على الايه، على التيم بيلدينج، انما لما يبقى مؤسسه مثلا او منظمه او الى اخره، او اسره او مجتمع، ما مش بتخلص، مش هتخلص. فده الفرق بقى، عشان برضه الفرق ما بين المشروع وما بين الايه التنظيم، ده اتس بروجكت وده اتس كوربريت. فبنقول تضييع الوقت لما يبقى صراع تنظيم بهدامه، وتبديد الجهد، تضييع المصالح العامه، وتبديد ايه الموارد. طيب الضغوط، احنا اتكلمنا على الصراعات، الضغوط بقى عباره عن ايه؟ الضغوط خاصه الناتج عن العمل، ما هو الضغوط عاده بتبقى ناتجه عن العمل او عن المسؤوليات، يعني لو انا في البيت عليا ضغوط مثلا من المتطلبات المطلوبه مني والولاد والكلام ده من الاول لاخره مثلا. الضغوط بقى الضغوط الحقيقيه بقى اللي هي اللي يعني اللي هي اللي احنا يعني هنتكلم عليها طبعا، اللي هي ايه؟ الناتجه عن العمل، طبعا اثار سلبيه ضاره للفرد او المدير الصوره بتاثر عليه فسيولوجيا ونفسيا وسلوكيا. لما يبقى عنده ضغوط سيئه على 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 اللي بيشتغل، من وهو موظف صغير خالص لغايه ما بيبقى وزير، لغايه ما بيبقى عليه ضغوط، ما هو لازم يجيله ضغوط، يبقى عايش تحت ضغوط، عايش في مجتمع، عايش في ناس فاهمه في حاجات كثيره جدا ما مش قادر يحققها الى اخره. فدي ضغوط، فدي بتعمل ايه؟ بتعمل اثار سلبيه فسيولوجيه ونفسيه وسلوكيه. فسيولوجيه ما يتعلق بالايه؟ بالجسم الانسان، يعني هو يا ممكن يعيا يمرض بشكل او باخر. النفسيه دي بتبقى اثار نفسيه بقى، يعني بيبقى الواحد وصل لمرحله بقى ان هو عنده بيبقى بيتعب نفسيا، بتصل احيانا يعني في ناس كتير مثلا علماء كبار او ناس كبار ما عرفوش يتاقلموا وحصل لهم يعني اسماء كبيره ومش وقته، يعني وقع حاجات نفسيه، يعني مش عايز اتكلم عن حد معين، وناس كانوا شعراء كبار وناس كانوا علماء كبار وناس اصحاب مراجع كبيره، جالهم من الضغوط اللي جت عليهم حصل لهم ايه؟ اثار سلبيه نفسيه. السلوكيه بقى اللي هي ايه؟ الناتجه بقى من الاثار الفسيولوجيه والنفسيه. يعني الواحد لما بيبقى عليه تاثير نفسي مش كويس وحصل معاه تغيير فسيولوجي او نفساني، السلوك هيتغير. ودي عشان بقول ايه؟ زي ما بنقول اللي هي الايه؟ الاورجنايزيشن بيهيفير، اللي هو علم قوي وعلم جميل جدا جدا جدا، وبرضه لازم نحن الناس ايه تدرسه. وده بيتدرس على فكره في جامعات كتير، او موجود في يعني في يعني موجود يعني عندنا من زمان، يعني كان الكلام ده من القرن اللي فات، يعني من التسعينات. فالمهم لذلك فان من المهارات الاساسيه لمدير المشروع ان يتعامل بحكمه مع الصراعات التنظيميه، ويعالج او يتجنب الضغوط الناتجه عن العمل او العمل الاخرى، سواء بالنسبه لنفسه او الاخرين اللي يعملوا معاه. يبقى ايه الموضوع ده؟ مهم جدا 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 بالنسبه ايه لمدير المشروع. يعني الهدف بتاعنا في اللقاء بتاعتنا اللي هو مدير المشروع، وزي ما اتفقنا احنا انا بتكلم عن حاجات المفروض مدير المشروع يعرفها. هتلاقي ضوء معارف افقيه، دي اللي احنا بنتكلم عليها كل مره، وفي معارف عميقه بقى، يعني هو ممكن يبقى مثلا مهندس انشائي، ممكن يبقى مهندس معماري كبير، ممكن يبقى طبيب جراح، ممكن يبقى عنده التخصص بتاعه هو، انما لازم عشان يدير عشان يكبر لازم يبقى فاهم يعني اداره، ويعرف يعني اداره ويشغلها ازاي. فاحد الحاجات اللي موجوده في الاداره اللي هي الايه؟ الايه؟ الضغوط والايه؟ والصراعات. طيب مفهوم طبيعه الصراعات التنظيميه هنفهم في تعريف لها، هي احدى او في كذا 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 يعني تعريف هنبص عليه. اول حاجه ايه؟ احدى صور التفاعل الاجتماعي والناتج عن عدم الاتفاق او التوافق في وجهات النظر او القيم او الاهداف او عدم الانسجام في الانشطه والممارسات الخاصه بالاداء،
وعنده معنى اثار ضاره تعوق او تقلل من كفاءه وفعاليه المنظمه او المشروع التحقيق الاهداف المرغوبه. يعني احنا لو في مثلا في اي مؤسسه، المؤسسه دي فيها البشر نفسه دي برضه سلوك التنظيم، يعني سلوك الانسان في التنظيم بتاعه. فالمفروض يبقى في تفاعل ما بينه وما بين ايه؟ كل الافراد اللي معاه، وتفاعل بينه وبين نفسه. نخلي بالنا برضه دي هتبان برضه، يعني بينه وبين نفسه مدى رضاه عن نفسه ومدى تعامله مع بقيه التيم اللي هو شغال معاه او الناس اللي هو شغال معاها. انا مش هتكلم كتير على كلمه تيم، هقول دايما الجماعه، مش هقول الفريق، هقول الجماعه. لان دي ناس بتبقى ايه بيزيكلي، بتبقى في الاماكن اللي هي فيها كونتينيويشن، يعني شركه منظمه مؤسسه. في طبعا في صراعات في المشروع، يعني مش هنقول لا، لكن بتبقى ايه برضه الا ان عدد المشروع مهما زاد. يعني انا اكبر مثلا عدد كان اشتغل معايا في مشروع، كان التيم بتاعي اكبر عدد كان 170 واحد هنا في مصر، يعني 170 واحد في التيم بتاعي. فيطلع ينزل ده عدد محدود برضه، وانت كمدير المشروع تبقى فاهم وتقدر ان انت تشغل هذا الكلام، وتبقى ايه يبقى الموضوع ماشي معاك يعني ايه كويس. انما انت بتتكلم دلوقتي على ايه، على قاعده عامه، عشان نعرف ان الصراعات التنظيميه دي هو مش موضوع ان انا يعني ان هو جوه تنظيم او جوه حاجه، لا، يعني هي ايه التفاعل مع المجتمع ومع البيئه اللي حواليا، صور التفاعل الاجتماعي والناتج عن عدم الاتفاق. يعني انا ليا مثلا ليا وجهات نظر معينه، ليا اهداف معينه، بنسجم في انشطه معينه، ممارسات خاصه بالاداء. يعني لو انا ما عنديش قابليه ان انا اتقبل بقى ال 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 يعني التفاعل بتاعي مع المجتمع اللي حواليا او التنظيم اللي حواليا، وما قدرتش ان انا الاقي طريقه ابقى منسجم فيها وابقى يعني اعرف ازاي ابقى ادابتد فيها واعرف ان انا اتعامل معاها، طبعا هتسبب ايه؟ يبقى تلاقي منظمه لا كفاءه ولا فيها فعاليه، ولا المشروع يبقى فيها حاجه، مش هيحقق اهدافه المرغوبه. وحتى لما تدخل اي مكان فيه هذا الكلام هتلاقيه كده يعني ايه، ما هوش مبهج قوي. في نفسك تدخل المصلحه وتدخل حته مش عارف تخلص حاجه، ده متخانق مع ده ودي متخانقه مع دي وفي وجهات نظر مختلفه، معلش. فالمهم، فهنا صوره التفاعل بقى بين الافراد والجماعات. ايه التفاعل بين الافراد والجماعات؟ التفاعل هو العلاقات المتبادله المتكامله بين الافراد او الوحدات التنظيميه. يعني يا اما علاقه بين الافراد والتنظيم اللي هم فيه، او بين الوحدات التنظيميه اللي جوه. يعني تلاقي الشؤون الماليه، الشؤون الاداريه، والشؤون الفنيه، يعني كل واحده من دول ممكن يبقى فيه ايه؟ تفاعل ما بين الجماعات جوه مثلا شركه، او جوه منظمه، او اي حاجه. فلو التفاعل ده ما كانش مظبوط هيحصل بقى صراعات وهيحصل حاجات مش كويسه. فالتفاعل هو ايه؟ العلاقات ما بين الافراد او الوحدات التنظيميه. يعني العلاقه مثلا بين الشؤون الماليه والشؤون الفنيه في شركه، او الشؤون الاداريه والشؤون الماليه، او مثلا بين اداره الجوده ومثلا واداره المشروعات وهكذا. هي علاقات متبادله بين الافراد او الوحدات التنظيميه داخل المنظمه، او بين المنظمات المختلفه. التفاعل في المشروع تكون من عده نظم فرعيه متكامله، فنيه زي ما كنا بنقول دلوقتي، هو فنيه، اداريه، ماليه، او الاخر اي نوع من انواع الايه النظم. يعني الكواليتي دلوقتي، الاتش اس اي ده نظام برضه لازم نكون متفاعلين معاه. هنتكلم بعد كده ان شاء الله، هيبقى هنمسك مشروع وهنعمل هاك التنظيم بتاعه، وهنشوف الايه وبرضه هنعمل ان شاء الله شركه مقاولات او لاي شركه عموما الهاك التصميم بتاعها، وازاي التفاعل بيحصل والكلام ده كله. بس ده ان ديتيل بقى، دي حاجه متخصصه شويه. النهارده بنتكلم الكلام العام في عمليه ايه؟ الصراعات والضغوط. طيب، فهي لقيت المشروع يتكون من عده نظم فرعيه متكامله، فنيه، اداريه، ماليه، الامن والسلامه، اداره العقود، كل الايه النظم اللي هي الفرعيه المتكامله اللي هي بتكون مؤسسه على بعضها او تنظيم على بعضها. اول حاجه هنا ايه؟ كوبريشن. اللي اشتغل في شركات ما بتعرفش عربي، يعني مثلا اي شركه اجنبيه، مش هحدد اسم الشركه، مش هعمل دعايه لحد ولا لحد، يقول لك ايه؟
The first thing that you have the cooperation. أهم حاجة في أي مكان الكوبريشن، عشان كده كده اتعمل بالأزرق وتم تمهيدها بيها على الصناعة. أول كلمة بتسمعها لما تدخل أي مشروع كبير مثلا أو مشروع عادي، بتقول لك كوبريشن. كوبريشن هو التعاون. لازم الإنسان يبقى عنده تعاون مع كل الناس، يحط دماغه إن هو داخل على مثلا على مشروع فيه ناس جداد، فيه مجتمع جديد، في كلام من الأول لآخره. فده هام جدا جدا الكوبريشن. خلاص، الكوبريشن ده اختياري او ارادي. يعني انا ممكن الكوبريشن ده انا من نفسي طبيعتي كويسه، والناس اللي معايا طبيعتهم كويسه، فاحنا مع بعض حصل احنا ايه، عملنا الكوبريشن مع بعض، بنتعاون مع بعض باختيارنا وبارادتنا. في بقى اجباري بقى، بمعنى ايه؟ يعني في ناس بتبقى يعني ايه مش عايزه تتعاون، فبيبقى بقى غصب عنه التوب اوف ذا سيستم، لان وجود حد رافض انه يتعاون مع المجموع ورافض باكت وكان من اخره، ده بيبقى سيء جدا وبيفسد كل النظام. فهيبقى مين اللي هيقدر يغصبه؟ اللي هو الايه؟ التدرج الهرمي للسلطه. يعني ده حد في الدول نفسها كده، يعني بلد زي كوريا ماشيه ازاي؟ تدرج هرمي للسلطه، مفيش هزار، مفيش حد اسمه مش متعاون، مفيش حد اسمه كده. الصين، معلش انا حددت يعني دول، لان نماذج الانظمه اللي هي الرائعه اللي انا يعني معجب بيها جدا واشتغلت معاهم، اليابانيين. الكوبريشن جميل والناس مع بعضها، يعني ايه، ما حدش بينده حد باسمه. يعني مثلا علي باشا، حسين باشا، خميس باشا، جورج باشا، سامي باشا. يعني بقول باشا، ناس بتزعل، هو باشا انا ما اللي خليته باشا، ولا انا متمسك بالكلام بتاع زمان، لا. يعني انت في مع اليابان حاجه بتبقى باسمك. انا شغال مع اليابان يقول لك حسين صن، انا اقول مثلا مستر تاكوشي صن، يعني ايه باشا بيه. يعني في نوع من الريسبكت او الاحترام بين الناس وبعضها. وده طبعا زي ما قلنا ايه، معلش دي حاجه جت كده ايه باي ذا واي، عشان نعرف ان احنا مش مثلا مصر حتى اقول واحد يا بيه او يا باشا او سعادتك او كلام ده من اخره، ان ده كلام مش حلو ابدا، بالعكس ولا هو اكتر من اللازم حتى. فالمهم، صوره التفاعل بقى بين الافراد والجماعات. التفاعل بقى هو عباره عن ايه؟ ده تعريف تاني للتفاعل. العلاقات المتبادله المتكامله بين الافراد او الوحدات التنظيميه. زي ما كنا بنقول، يا اما العلاقه بين الفرد وبين التنظيم اللي هو فيه او الاداره اللي هو فيها، او بين الوحدات التنظيميه جوه بعضها. ده دراسه المشروعات مثلا، بكلم شركه من الشركات، دراسه مثلا السيفتي، الامن والسلامه، الكواليتي، اداره العقود، اداره الماليه، اداره الفنيه. يعني كل انواع الادارات اللي موجوده في اي مكان، دي العلاقه ما بينهم بتبقى ايه؟ ده تفاعل مع بعض داخل منظمه او بين المنظمات المختلفه. التفاعل في مشروع يتكون من عده نظم فرعيه متكامله، زي ما قلنا، فنيه، اداريه، ماليه الى اخره، ومتفاعله لتحقيق الاهداف ويفرض عده الصور. تيجي ازاي بقى؟ ده بيجي زي المنافسه. المنافسه دي ما هياش دي انا بعتبرها بوزيتيف مش نيجاتيف. بمعنى ايه؟ بتنطبق على تصرفات الفرد او الجماعه، تستهدف تحقيق نتائج او مكاسب مرغوبه بدرجه فوق الاخرين مثل هذه النتائج او الاهداف، الحصول على مزايا اكثر. يعني المنافسه دي زي بالظبط ايه؟ خلينا نقربها للاذهان كلها. هو ماتش الكوره ده مش منافسه؟ هو ده صراع، انواع من الصراعات. المفروض الرياضه اصلا، معلش خلينا بعيد عن اللي بيحصل دلوقتي من تحزب وتعصب للفرق، انما لما فرقه بتتنافس مع فرقه ثانيه دي حاجه كويسه، هتخلي كل فرقه تعمل ايه؟ انها تتعلم وتتمرن اكتر والكلام ده كله، عشان ايه؟ عشان تكسب. فدي في الحاجات البوزيتيف. لو في شركه او في مشروع، انا شايف مثلا واحد مهندس اكبر مني شويه او عنده خبره مش عندي، انا عايز تاخد عندي، يعني انا يعني عايز ده كومبيتيشن، يبقى انا ايه اتعلم. تبقى منافسه شريفه. بقول ايه شريفه؟ يعني مش ان انا مثلا ادي زنب واعمل الكلام ده كله، ده كلام مش شريف. لما لا، يبقى انا اتعلم واعمل حسابي ان انا ايه اعلى بنفسي وبمستوايا، عشان ايه؟ عشان تحقيق النتائج ومكاسب مرغوبه
بدرجة فوق الآخرين. طيب الصراع بقى صورة متطرفة من المنافسة. الصراع بقى صورة متطرفة، هنا بقينا على التطرف، هنا بقى تتصل بالقوة والشراسة العلمانية. عادة الصراع أنا بقول دايما الكونفليكت أصل هو كونفليكت، يعني إيه؟ بقول إن هو برضه في بوزيتيف وفي نيجاتيف. يعني الكونفليكت ده ممكن أنا كمدير مشروع بخلقه في الموقع بتاعي، أو كمدير شركة. يعني أنا أذكر مش عارف كنت في الإمارات، على ما أعتقد كنت ماسك شركة مقاولات في الإمارات، كان ده بقاله 15 سنة ولا حاجة. فكان عندي 2 طوارئ صارين مع بعض من الأساسات، وده ملك مشروع وده ماسك مشروع. ف المنافسة كانت إزاي؟ كل أسبوع طول كل ما كل أسبوع طبعا في نكس سيستم ماشيين، عارف اللي هو البوست تنشن. فإيه؟ كان كل أسبوع لازم يصب سقف. طبعا دي معجزة، دي معجزة يعني. لكن يعني وصلت لمرحلة إنك خليت الناس تبقى بتتنافس على الخير، تتنافس على حاجة كويسة. أما بتعمل مثلا جايزة مثلا إيه أحسن عام، أحسن رجل الشهر مثلا، الناس كلها بتتنافس إنها تدي أحسن ما عندها عشان تبقى رجل الشهر. لما باجي أعمل أسسمنت أو تقييم رجل الشهر ده، مش قصة إن هو إنتاج لي إيه وعمل لي إيه، لا، فيها كل حاجة بقى، فيها التعامل، فيها الحضور، فيها حاجات كتير جدا عشان إيه بتحدد ان ايه ده رجل الشهر. فالناس كلها بتحاول ان هي تصلح من امورها، لو هو عنده حسن او عنده حاجه معينه او حاجه عايز يصلحها عشان يبقى ايه رجل الشهر. ما رجل الشهر ما دي برضه صراع او منافسه. خلاص، عشان كده انا بقول ايه الكونفليكت برضه انا هو صراع، لكن في بوزيتيف وفي نيجاتيف. النيجاتيف بقى انه يبقى ايه يبقى سيء بقى، يستخدم وسائل سيئه، كل واحد يقلل من قيمة صديقه أو من قيمة زميله، يتكلم عليه، يعمل له مقالب، يروح يتكلم مع مثلا رئيس ولا حاجة. فدي كل دي حاجات يعني إيه موجودة، إحنا مش مالهاش في الجنة لكن موجودة. لكن إيه أنا بقى حبيت بس أبين إن يعني إيه صفات المنافسة أو الصراع ده فيه بوزيتيف وفيه نيجاتيف. مش ناس كتير برضه بتبص إنها دايما بتبص لها على إنها الجانب النيجاتيف بتاعها، لكن انا شايف ان هي يعني ايه يعني بوزيتيف، انا بحبها بوزيتيف. صوره متطرفه من المنافسه تصب بالقوه والشراسه العقلانيه، ده بالنسبه للصراع اللي هو النيجاتيف. ينشا كصوره مستقله من صوره التفاعل دون البدء بالمنافسه بسبب عدم التوافق او الانسجام بالاهداف والاراء والقيم. دي بتحصل كتير جدا، يعني ناس مش متنافسين مع بعض لكن مش طايقين بعض. في ناس كده، في حاجه اسمها السوشيال بيرسبشن، واعتقد ان انا برضو في حافي برضو حاجه كده، في عندي فكره برضو عن السوشيال بيرسبشن. هو موضوع سهل وظريف وجميل، بس برضو ده ايه يعني، في ناس مثلا يقول لك ايه ده مش عارف اللي في قبل مثلا، مثلا ان واحد كان دقنه صغيره، في ناس كده يبقى دقنه صغيره يقول لك ده ايه ده مثلا مش ذكي. يشوف واحد مثلا بلحيه يقول اه ده مش عارف ايه شرس. يشوف واحد مثلا يعني ارتبط قدامه بيرسبشن معين عن شكل معين او عن تصرفات معينه، دي طبعا ما نقدرش نمنعها الحته دي، لكن ما تبقاش هي الحكم بتاعنا. ما بنيش حياتي وابني علاقاتي على ايه، على الباد سوشيال بيرسبشن. طيب هندخل بعد كده على ايه صراع البناء، ده اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي. يساعد على التغلب على حالات عدم الحماس للعمل او اللامبالاه. لما انا بقول رجل الشهر في المشروع بتاعي، رجل الشهر ده ممكن يبقى كونستراكشن مانجر اللي هو مدير التنفيذ، ممكن يبقى الساعد اللي هو مثلا لما بيبقى واخد باله من شغله كويس قوي، لما بيدخل بيبقى مثلا مقدم مثلا فنجان قهوه كده في الموقع، معاه كده كوبايه ميه ساقعه، معاه مثلا بسكوته، معاه حاجه، ابتسامته دايما على وشه، بيتعامل يعني دايما، حتى ده مثلا بنسوقه دايما ان الساعي الكويس احسن من رئيس مجلس الاداره الوحش. معلش يعني القصد ان احنا بنتكلم كبشر، بنتكلم كايه؟ كواحد بينفذ ما عليه من واجبات بشكل كويس. فهنا الصراع البناء بقى بيساعد التغلب على حد عدم الحماس للعمل او اللامبالاه. بتلاقي شركه وصلت الناس اللي فيها خلاص لا مبالاه بقى، وانا يعني ما فيش نتيجه، ما فيش كلام ازاي؟ فكل واحد بقى لا بصر. انما لما لو يبقى في بقى صراع بناء،
ده عايز يعمل انتاج احسن من ده بشكل جميل وبشكل كويس. يعني مش بقول ان هو هيعمل بقى سفينه ولا هيعمل حاجه، لا لا. طيب يظهر الاختلاف، يظهر الاختلافات في الاراء او وجهات النظر التي ربما تفيد العمل. وانا شايف برضه وجهه نظر، برضه من وجهه نظر الواحد استقرأها برضه خلال حياته، ان الاختلافات ابدا لا تؤخذ على ان هي نيجاتيف ابدا. ده الاختلافات دي يعني انا بسعد جدا 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 لما حد يجي يقول مثلا الموضوع الفلاني ده وانت مثلا بتقول كذا او الى اخره، ده بيفتح افاق. الاختلاف ده سر من اسرار التقدم، وسر من اسرار التعلم، وسر من اسرار النجاح. يعني ما فيش حد فينا كامل. يعني انا ما بقاش مثلا رئيس مجلس اداره ابقى احط في دماغي ان انا بقى ايه، ان انا بقى كل كلامي هو الصح واي حد تاني غلط. انا بقول ده كلام غير صح بالمره، وكلام ده يعني احد اسباب وقوع وفشل حتى كثيره جدا. ما بقاش انا مثلا مدير مشروع وقاعد بقى ايه حاطط بقى ان انا يعني اللي ما حصلتش، وان بالعكس ده انت ممكن يعني شاب صغير في مشروعك يقول لك على اقتراحات او يقول لك على راي او على اي حاجه، تلاقي ان هو فعلا على حق. يعني خلينا دايما فاتحين دماغنا وفاتحين قلبنا وفاتحين يعني فاتحين نفسنا لايه؟ لجميع انواع الاراء، سواء مختلفه مع راينا او متفقه معاها. انا بفضل المختلف معايا ليه؟ لان بتعلم منه. بتعلم منه ولا يعيب حد، ولا يعيب حد. خلاص؟ يساهم في تشجيع الافراد او الجماعات على الابتكار والابداع. خلاص؟ يعني انا لما ابقى في مجال وفي في يعني في 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 اللي هو الصراع البناء ده، انا هفكر بقى ان انا اخلص شغلي بجوده عاليه جدا ازاي؟ وبسعر اقل ازاي؟ وفي وقت اقل ازاي؟ بيرسونالي او الجامعات نفسها او ازاي؟ يعني هيشجع ان انت بتبتكر وبتبدع، بتعمل مثلا حتى برنامج كمبيوتر صغير، بتعمل يعني بيخلي الانسان يفكر كويس ويحاول ان هو يصلح من ايه؟ من البرودكتيفيتي بتاعته ويبتكر حاجه ويبدع حاجه. يستثير المنافسه بين الاطراف ذات العلاقه. يعني الستيك هولدرز مثلا او الناس اللي مع بعض، يعني لو احنا اتنين مهندسين زي بعض يبقى انا ايه؟ بخلي مستوايا كويس، بخلي البرودكشن بتاعي كويس. اتنين اطباء برضو كل واحد فيهم برضو يقدم مثلا خدمات كويسه قوي، يبقى مثلا فيري كايند مع الناس بتوعه، مع الناس وهكذا. يعني الاطراف اللي ذات العلاقه ده مش كره، لا لا، ده مش كره او مثلا او حاجه سيئه. بالعكس، لان المنافسه بين الاطراف بتخلي الناس تتحسن، سواء في علمها، سواء في خلقها، سواء في الايه، في التصرفات بتاعتها. يساعد على اتخاذ القرارات الواقعيه في ضوء البدائل المتنوعه تتضمن عده وجهات نظر. فلما دلوقتي الكلام اللي كنا بنقول دلوقتي، انا لما ببقى في اجتماع وانا مدير مشروع، خلاص موضوع بنتناقش، يعني في صور من البرين ستورمنج وهو الطرق اللي هي بتاعت كذا من اخره. انما في اجتماع لازم لا اخجل ان يبقى قدامي مهندس لسه متخرج بقاله سنه او سنتين وطلع في دماغه فكره حلوه، وعلى فكره دي بتحصل دايما، ما ازعلش بقى ولا احس ان هو مثلا اذكى مني، ولا بالعكس يبقى ساعه ثقه في نفسه ان هو يتقبل يعني ايه كلام اي وجهه نظر ثانيه او اي راي ثاني. ده ساعات بيبقى الواحد السواق بتاعه مثلا شاف حاجه ما حصلت معانا كتير، يعني يقول لي باشمهندس خلي بالك الحته دي، خلي بالك الكلام ده، بيتقبلها بمنتهى الحب. ليه؟ لان انت اصلا اما بتنشر الحب وبتنشر الخلق وبتبقى عادل مع الناس بتوعك والطاقم بتاعك والناس اللي عندك، انت ايه؟ الناس اللي هتدي لك اراء هتدي لك اراء سليمه. هيقول لك يا باشمهندس معلش انا اسف، يعني حضرتك مثلا ايه اتنرفزت قوي في الموضوع ده وما كانش لازم تتنرفز فيه. ممكن السواق بتاعي يقول لي كده، ممكن البوي اللي هو التي بوي اللي عندي يقول لي يا باشمهندس انت حضرتك بيبقى على جنب وبمؤدب جدا. انا عارف ان انا
يعني ما فيش هدف. يعني انا احنا مثلا لما بنزعل او بنغضب او ما هوش غضب لشخصي، لا يعني حاجه معينه، فانا ما ازعلش ابدا من السواق بتاعي لما يقول لي والله يا باشمهندس خلي بالك انت اتنرفزت مثلا النهارده وما كانش لازم تتنرفز كده وبتاع، اتناقش معاه واعرف ايه الحكايه دي. طبعا يعني هذا لا يعني ان انا ما بقاش ان انا اخسر حاجه او ان انا احس، لا يعني قصدي ان انا ما استكبرش على اي وجهه نظر، ولا ارفض اي وجهه نظر، ولا ارفض اي اختلاف مع اي حد في وجهه نظر او في موضوع معين. فهنا هو اتخذ القرار وقعد يقول بدل ما انت وجهه نظر، في وجهه نظر كتير جدا. انت ماشي في حته يا باشمهندس، مثلا احنا لما رايحين الشغل الصبح يقول لي يا باشمهندس هنمشي في السكه دي، انا واخد انا كل يوم بمشي في السكه تانيه، يقول لي لا، يقول لا يا باشمهندس السكه دي عشان السكه التانيه دلوقتي مثلا فيها زحمه في الوقت ده، او السكه التانيه مثلا فيها طرق انا جاي منها دلوقتي بتاع. يبقى انا يعني ايه ده بيساعدك انك تسمع الناس حواليك وتفتح قلبك تفتح عقلك وتفتح يعني تخليك يعني واسع الصوت انك تسمع الكلام ده كله. بس طبعا مع مش مع يعني في اكسبشنز كتيره، يعني في ناس بتبقى مش ما بتبقاش يعني مش تبقاش كويسه، بس برضو انت كمدير او مدير مشروع او الاخره انت اللي بتخلق الانفايرمنت في مشروعك، انك الناس تحس انك عادل، تحس انك محب، تحس ان انت باصص لهدف معين، مفيش عداء ولا كره لحد، والناس كلهم عندك واحد، فهتلاقي كل الناس بتحبك ومعاك وما بتسيبكش لايه لاي حاجه مش مظبوطه. يساعد احداث التغيير طبعا، لما بيبقى عندي انا مثلا ماشي في سيستم معين بشكل معين وبطريقه معينه وبلاقي وجهات نظر تانية بتقويني وبتخليني اغير وبتخليني احسن والى اخره. طيب صراع الهدام بقى، شفت جايبين الاثنين ازاي؟ ده واحد وواحده، ده واحد وواحده على فكره ماشيين كلبزات لبعض بوكس بقى وشغالين يعني. طيب صراع الهدام بقى بيطلب مجهودات وتكتيكات غير شرعيه من الناحيه التنظيميه. يقعد بقى ينظم له في حاجه ويخطط وايه ويدي اسفين زي ما بيقولوا هنا في مصر، ويروح مثلا للمدير بتاعهم يقول له ده حسين كان بيعمل وحسين بيسوي الكلام ده من الاول لاخره. يعني كلنا تعرضنا للكلام ده كله. فطبعا الشفافيه، يعني انا يعني الشفافيه والنظره الصح والنشر والعدل والكلام ده من الاول لاخره هيقلل كتير جدا جدا هذا الكلام. انا بتكلم لا من ناحيه خياليه ولا من ناحيه عقائديه ولا دينيه ولا حاجه خالص. انت بـ 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 بانك ما يبقالكش هدف شخصي، انك هدفك الاساسي العمل، وهتلاقي حتى لو انت واحد غلط او حاجه وعاقبته هي 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 هيقتنع ان انت بتعاقبه علشان هو غلط غلط كبير مقصود. واخدين بال حضراتكم؟ فيعني ايه؟ انما اما بيبقى بقى كل ده بيزر ده وده ده بيتكلم عن ده وده وثلاثه موجودين في اوضه مجرد بس واحد يمشي تلاقي اثنين بيتكلموا عليه، الكلام ده كله ايه؟ دي حاجات ايه؟ مجهودات غير شرعيه من ناحيه التنظيم. يسعى لتحقيق مصالح ومكاسب شخصيه. دي اخطر حاجه بقى، دي اخطر حاجه. يعني في ناس يا ربنا يكفينا شرهم بيروح الشغل مش عشان يخدم الناس، لا في اي مؤسسه او حاجه، انا مش بتهم برضه حد ولا بتهم حاجه، انما دي للاسف مش حلوه. يعني واحد حاطط دماغه ان هو مثلا ان هو قاعد على مكتبه عشان مثلا ايه يسترزق بقى طول ما اي حد يجي يخلص حاجه او يعمل اي حاجه لازم مثلا ايه ياخد منه او الى اخره. عنده مقاول باطن مثلا لازم يبقى له نسبه، يعني الكلام اللي هو ايه يعني الكلام الغير شريف يعني. فلما يبقى بيسعى المصالح، انا ما بقولش الواحد بيشيل مصالحه الشخصيه، لا المصالح الشخصيه تبقى مصالح مشروعه، مصالح مشروعه. السالري بتاعي لو ليا اوفر تايم، لو ليا حقوق معينه اخدها، هو اقدم عليها واخدها ما اضيعهاش. انما غير مشروع ده اللي هو ايه بيفسد ويفسد كل 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 مكان. وبرده ده مبدا واللي حصل معايا في حياتي برضه، ده برضه بحب اقوله لكم، ان ما فيش مشروع في الدنيا بيدخل فيه فساد وبينجح. ياما مره هنا مشروعات كنا دايما نقول يا اخوانا
لو سمحتوا، حتى لو انت عندك في التوب مانجمنت حد الاكسترنال ستيك هولدرز بقى، اللي هو مشروعك، انما اللي هو مشروعك دول بتوعك وانت المسؤول عنهم، انت مسؤول عن علاقاتهم، انت مسؤول ان انت بتعلمهم وبتربيهم وبتطلعهم عشان يجوا في يوم يبقى مدير مشروع احسن منك. ودي الحمد لله انا شفتها كتير قوي، الحمد لله الحمد لله والله. يعني زرت مواقع فيها مهندسين كانوا شغالين معايا كانوا جونيورز ما شاء الله عليهم، انا شفتهم بيشتغلوا وبيديروا مشروعات مش عايز اقول احسن من اللي انا بعملها يعني. فيات عليك مظاهر المكاسب الشخصيه دي، دي انا يعني لا احبها واكرهها كره العمى. لما تبقى ايه، انا مصلحتي الشخصيه الشرعيه اخدها، انما مكاسب شخصيه ومصالح شرعيه مصالح غير شرعيه دي مرفوضه رفضا تاما. وبرضه كلمه برضه بنقولها دايما لابنائنا، يعني انا بتكلم على المهندسين اللي هم اشتغلوا معايا مثلا من زمان، يعني دايما بقول المهندس الجديد بقول له خلي بالك اوعى تدخل بيتك او تدخل جيبك حاجه غير شرعيه. بمعنى ايه؟ يعني انا ببقى مهندس صغير ويتعرض عليا مثلا فلوس معينه او حاجه عشان اتغاضى عشان اسهل عشان اعمل كلام مش يعني هو بيحصل. لكن انا لما بقول ايه، احنا اتعلمنا ازاي، مش انا بيرسونالي، الاجيال بتاعتنا والناس كلها، الناس كلها على خير خلي بالنا، يعني انا المبدا عندي الناس كلها على خير، كل الناس الا اذا حصل منهم غلطه او حاجه. بنقول ايه، احنا حياتنا كسبنا ازاي؟ ان احنا مثلا كان زمان اشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان ادخل فلوس حلال، انما لو انا بقى جيت من وانا صغير وبدات ايه اميل ان انا يعني ايه، لا بقى انا هعطل نفسي واعذب نفسي ليه؟ ما انا عندي ده اخد منه وده اعمل منه وده اخد منه، والبيزنس ويعملها نوع من الشطاره ان هو بيسا فلوس. هذا الكلام انا مش هقول له حرام وحلال، حرام وحلال دي بتاعت ربنا وهو اللي هيحاسب. انا بتكلم على التركيبه الفنيه والتركيبه الاداريه بتاعت اللي بيعمل كده. هو بيبقى اخر على ان هو بيكسب فلوس كتير بالغلط او بسهوله، عمره ولا هيتعلم ولا عمره هيبذل مجهود ان هو يحسن من نفسه ولا ولا ولا. انما اللي بيمشي يعني ايه بشرف وبيمشي وبيحافظ على نفسه وبيحافظ على اللي حواليه، ده بيبقى يعني ايه بيتطور كل يوم وبيتعلم كل يوم. وانما بقى الباقي انا مش بحاسب حد، يعني ده حساب عند ربنا. انا بتكلم على ان اللي بيتعب وبيشقى عشان يكسب فلوسه ده اكتر ناس بتتعلم وبتكبر وايه وربنا بيكرمهم كرم ما بعد كرم. يؤدي الى تبديد موارد الوحده التنظيميه. اما يبقى صراع هدام هتلاقي ناس كارهه بعض، فتلاقي الناس ده اول مورد، اهم مورد اللي هو الايه المان باور زي ما قلنا. فهتلاقي الناس ايه اللي قرفان يشتغل بقى، واللي قرفان يجي الشغل، واللي بيزوغ، واللي بيروح مش عارف يعمل ايه. فدي اول مورد. الحاجه الثانيه اللي هي الايه الماتيريال بتاعت المؤسسه، مش هيهتم بيها، هيكسر اي حاجه، هيبدد اي حاجه، يعمل اي حاجه. تمام. نمره ثلاثه هو الماشينري. لو انا في حته فيها ده، في ناس بتقصد تكون مثلا بيشتغل في مصنع ولا في ورشه ولا اي حاجه، بيقصد يكسر الماشين بتاعته عشان كره المؤسسه اللي هو فيها او المحل اللي هو فيها والى اخره. ورابع حاجه الايه الماني، اللي هو طبعا هيتبدد لما يبقى فيه صراعات هدامه بهذا الشكل. يعود بتحقيق اهداف الجماعه او الوحده التنظيميه او المشروع. يعني اما بيبقى فيه صراعات هدامه طبعا ايه اهداف الاهداف العامه ما بتبقاش بتخسر، الوحده التنظيميه او المشروع بتبوظ طبعا. يؤدي الى الايه على الاضرار بالاطراف المتصارعه. اي اتنين بيتصارعوا بالشكل مش كويس طبعا بيبقى الطرفين بيبقى عندهم اللي بيتصارعوا دول بيبوظ منهم حاجات كتير جدا. يعني الاثنين بيخسروا حاجات كتير جدا يعني غير ما تبقى الامور بحب ومعرفه. طيب الصراعات التنظيميه 1 2 3 4 5 6 انواع من الصراعات التنظيميه. بتبتدي بايه؟ بالمستويات الاداريه. يعني في صراعات اداريه في اداره عليا، طبعا الاداره العليا مش هتتصارع مع الاداره الوسطى، الاداره العليا هتتصارع مع بعضها. ده أسوأ انواع الصراعات لما تبقى هدامه، ودي قدام علينا، دي احنا عشناها وشفناها ان شركات كتير جدا وقعت وشركات كبيره جدا. ليه؟ لان الاداره العليا بتاعتها ما هياش متماسكه وكل واحد بيدور على حاجه له.
واخدين بال حضراتكم، ده حتى في الشركات العائليه خلي بالنا، ودي اخطر حاجه. يعني اما يبقى الاداره العليا ما هياش متماسكه، ما هياش باصه للمصلحه الحقيقيه بتاعت الشركه او المكان، وقطعا بتبوظ وبتوصل انها بتخسر وبتتفكك. شفنا حاجات من كتير جدا جدا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر ايه اماكن، او مش بتكلم على مصر بس، خلي بالك. يعني انا زرت اشتغلت في الخليج كله ما عدا الكويت والبحرين. فكل ده موجود في كل حته، في كل حته. محدش اعتقد ان احنا ايه، لا ده احنا في مصر وحشين، لا. الكلام ده موجود في كل، فدي ده كلام كله كلام عام لا له علاقه، والامريكان عندهم كده وفي كل حته. دي قاعده عامه، الصراعات اللي بتبقى في الاداره العليا دايما هي ايه اسرع حاجه بتوقع المكان. الاداره الوسطى عاده برضو ايه بتبقى طبعا، قصدي بتبقى حجم الهيكل التنظيمي، يعني في ايه يعني دي اربع مستويات من الاداره، دي في الهياكل الكبيره. يعني الاداره الوسطى طبعا خطر جدا، الاداره الاشرافيه دي الصراعات اللي بينها بتؤثر على الايه على النتاج، على النتاج اللي تحت، انما ما بتؤثرش على ايه على تركيبه الشركه. تركيبه الشركه بتبقى ايه بين الاداره العليا والاداره الوسطى، انما بقى الاداره الاشرافيه والتنفيذيين دول بيأثروا على ايه على الايه على الـ على البرودكت، على المنتج. الاداره العليا والاداره الوسطى ده بتبقى اساسي، بتبقى ايه السيستم هو اللي بيبوظ بقى، يعني السيستم نفسه بيخسر. المهم الصراع الثاني وفقا لاطراف الصراع داخل الفرد نفسه، وداخل صراع خطير جدا 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 بقى، انسان عليه بريشر جامد قوي، او عنده مشاكل او عنده اي حاجه، وعنده صراعات بينه وبين نفسه، احل دي ازاي، اعمل دي ايه. وطبعا كل واحد طبعا في كراتيريا، يعني انا كانسان لي حدود، اي انسان له حدود. فدخل فرض نفسه، دي اول حاجه، صراع الانسان بينه وبين نفسه، في بين الافراد فرد وفرد، وبعدين بين الجماعات. يعني دي وفق الاطراف الصراع، يعني الفرد بنفسه او بين الافراد او بين الجامعات، يعني زي ما بقول لك انا بتكلم ما بين مثلا مشروع ومشروع منافسه عشان نبقى مين احسن، مثلا، او بين الجامعات مثلا، بين يقول لك الشؤون الماليه بتهاجم الشؤون الفنيه، يعني كده كلام، يعني ايه تخريف بيتقال ساعات، ان مثلا الشؤون الاداريه مثلا ضد مش كده يعني، لا. فده ايه ده يعني بين الجامعات، بين الادارات والاقسام اللي انا كنت بقول عليه دلوقتي، ادارات او اقسام، بين المنظمات او المشروعات. فدي ايه، دي برضه بتبقى ايه، ده نوع من انواع الصراعات، يعني صراع بين مشروعات زي ما كنا بنتكلم، او بين منظمات، منظمه ايه وعلى حجمها، وعلى الانترناشونال، البنك الدولي بيتصارع مع البنك اللي مش عارف ايه، مع دوله ايه، يعني كل دي برضه يعني من حاجه صغيره خالص لغايه ايه حاجه كبيره جدا. بين الاسر، يعني ما الاسره دي منظمه، فيعني لما بيبقى صراع ما بين اسر معينه في اي مكان بقى، ده قتل من ده واحد عمل، ما دي منظمه، ما دي منظمه، مثلا اخد طار مش عارف ايه حاجات من اول اخر، فدي برضو دي اطراف صراع. طيب ممكن بعد كده وفقا للايه للفتره الزمنيه بيبقى في ايه صراعات قصيره الاجل، يعني الوقت معين على موضوع معين وبيخلص، بتخلص يعني. في حاجات صراعات بقى طويله الاجل، ودي مش في مشاريع بقى، دي بتبقى في ايه، في الشركات، في منظمات، في وزارات، في حاجات اللي هي في غالبا الحاجات اللي ما بتتغيرش. انما قصير الاجل ده بيبقى في مشروع، ولا المشروع له عمر بيبتدي ويعلى ويموت، انما ايه في الاورجنايزيشنز، وده في كل حته، يعني الدول في الامم المتحده بتختلف، وده دي بتبقى صراعات طويله الاجل وهكذا. يعني انا مش بتكلم بس انا بنقرب برضه للذهن ان الموضوع ما هواش لا هو لوكال، لا هو محلي، ولا هو خاص مثلا بالمنطقه العربيه، لا بتكلم على ايه؟ على كلام يعني متعلق بالاورجنايشن بيهيفير، بالنفس البشريه اينما كانت. وفقا لاسباب الصراع، فدي ايه التقسيمه الرابعه بتاعت انواع الصراع، صراع على الموارد،
ودي من الصراعات الهامه جدا. ده دول بتتخانق على الموارد، يعني ناس عامله صراع بينهم وبعض على البترول، في ناس بتتخانق على البشر، على حاجات كتير جدا يعني. في صراع بقى على الاهداف، انا ليا هدف وحد معايا له هدف تاني عايزين نوصل له، او انت هدفك مختلف عن الهدف بتاعي. العلاقات الاعتماديه، يعني حاجه معتمده على حاجه تانيه معينه. الفروق الفرديه، يعني واحد مثلا متعلم مثلا معاه دكتوراه مثلا ولا حاجه ومتعلم جدا والى اخره، ومعاه مثلا ناس اقل شويه في التعليم او في الخبره او الى اخره، ممكن تعمل فروقات. دي فروقات فرديه، يبقى في صراع، الناس مثلا مش مستحمله ان يبقى معاها حد كبير او اخر، يعني دي حاجات مش دمها مش خفيف يعني، لكن دي بتحصل يعني. الاتصالات كوميونيكيشن، ودي من اهم الحاجات اللي يعني احنا بنقول البروجكت زي ما بنقول اي مدير، اي مدير 70% من شغله ايه؟ كوميونيكيشن. وهنلاقي برضو غالبيه الكلام اللي احنا بنتكلم عليه له علاقه كبيره بالكوميونيكيشن اكتر من حاجات التكنيكال يعني. وبعد كده الهيكل التنظيمي. الهيكل التنظيمي اذا ما اتعملش صح بحاجات كثيره بتخسر، او لو اتحط بشكل يعني مش 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 متوازن، او الهيكل التنظيمي معمول بشكل يعني في محاباه، او في مثلا ابن صاحب الشركه مثلا تعبان ومش كويس ومسكوه مثلا امور اداريه، واحد صاحبي جاب لي مثلا واحد عدمان العافيه ويقول لي، فالهيكل التنظيمي ده. وان شاء الله برضو احنا عندنا برضو لقاء على الهيكل التنظيمي، ازاي نعمل هيكل تنظيمي وازاي الهيكل التنظيمي بيأثر على برودكشن في اي مكان. الهيكل التنظيمية بسرعه، في ثلاث اهم هيكل تنظيميه، في الهوريزونتال اللي هو واحد كده مدير كبير وتحتيه ليفل واحد في كل حاجه لغايه القهوه والشاي لازم يبص عليها، وفي الهيكل الفيرتيكال بيبقى واحد فوق وتحتيه اثنين ثلاثه مثلا ولا حاجه، كل واحد فيهم تحتيه هيكل تنظيمي بقى، ده الرأسي. وبعدين الهيكل التنظيمي الثالث هو الايه؟ الماتريكس. هو احسن من الماتريكس ان شاء الله برضه هنتكلم عليه برضه في لقاء من لقاءاتنا اللي جايه باذن الله تعالى. طيب هندخل هنا على الايه؟ الاجتماعات والايه؟ والمصالح. الاهتمامات والمصالح. انا مهتم بايه؟ يعني في ناس كتير بتبقى اهتماماتها مختلفه عن الثانيه. واحد بيهتم مثلا ان هو المنتج بتاعه يبقى ممتاز. في واحد تاني يهتم يقول لك لا انا المنتج بتاعي يبقى مثلا يعني ايه معقول بشكل بليمت معين عشان يبقى كويس، يعني عشان يبقى سعر معين. فالايه؟ فبتبقى في يعني في مشاكل بتحصل من هذا القبيل يعني، اللي هو الاهتمامات والايه والمصالح، او لو فيها حاجات ايه شخصيه يعني. طيب وفقا للاثار الناتجه عن الصراع، في صراع بناء وفي صراع هدام، يعني كل دي ايه؟ الصراعات التنظيميه. الاثار الناتجه عن الصراع، في صراع بناء وكنا بنتكلم شويه، في صراع هدام. ماتش كوره ده صراع بناء، وزي ما قلنا عايزين العامل بتاع الشهر مثلا، اللي هو رجل الشهر مثلا في مشروع او في مؤسسه او في حاجه، بتحط صورته على الـ على الـ 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 البورد كده، وده الشهر ده هو كان العامل بتاع لان حصل منه كذا 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 كذا، او المهندس فلان وشاب صغير خالص انتج كذا 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 وعمل كذا 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 ورضاه. والحاجات دي ما بتتعملش كده يعني بالبركه او كده خلاص، لا ده بيبقى فيه تشيك ليست، واتعمل كل نقطه نقطه اسسمنت نقطه نقطه، بيبقى فيه عناصر للتقييم، مش يعني ده صاحبي ده حبيبي لا ده انا هطلع واحد كل شهر، لا هو لو اتعمل كده مش حي مش هيؤثر، مش هيعمل مش حي مش هيبقى مش هيبقى بناء. طيب وفقا لدرجه خطوره الصراع، في صراعات متكرره وفي صراعات استراتيجيه. اما يبقى مثلا مؤسسه كبيره او شركه كبيره او الى اخره، وتلاقي فيه صراعات فوق بقى ما بين رئيس مجلس الاداره مثلا ومعاه نائب رئيس مجلس الاداره، ودي شركه بتاعت ناس مثلا، ده بيبقى صراع استراتيجي. بتلاقي الحته دي بتبقى مولعه، وبتلاقي الخساره فيها كبيره جدا، وبتلاقي الناس اللي فيها مش مرتاحه ولا مبسوطه، وبتلاقيهم عباره عن ايه؟ قوتين كبار، كل واحد لم شويه ناس حواليه
وفي الغالب بتبقى الانتاج بتاعهم يعني متدني جدا ومش موفق يعني. طيب طرق اداره الصراعات بقى، ازاي بقى ايه ادير الصراعات؟ في ثلاث طرق لاداره الصراعات. اول حاجه استثاره ايه الصراع، يعني احنا زي ما بقول بنخلقه، تنشيط حاله الركود وايه واثاره الحماس وتشجيع العميل على المشاركه الفعاله وابتكار والتطوير. فدي احنا زي ما بقول ده اللي هو الايه الصراع البوزيتيف، ان انا بخلي الشركه كلها كل واحد عايز يبقى احسن، كل واحد عايز يبقى علاقته بالناس الثانيه احسن، كل الناس يعني واخدين بال حضراتكم ان يعني ان انا بخلق جو بيئه الناس مش بتكره بعض، لا الناس بتحاول تؤدي اداء كويس، تخلي اداء يعني احسن عشان يعني ايه يعني تحسن من نفسها. فده اللي هو استثاره الصراع، دي اول حاجه ازاي ادير الصراع بهذا الشكل. قلت له بقى الاستعانه بعناصر جديده، يعني ازاي اعمل اقدر اعمل ده، يعني انا في شركه مثلا والناس اللي فيها يعني ايه غالب حاله ركود بقى، خلاص رايحين جايين، ده احنا ايه ده احنا بنروح نقضي الوقت، ده احنا ايه يعني امانهم، هيقول لك انا بايع مثلا 8 ساعات بتوعي، ما انا اقعد 8 ساعات اشتغلهم، بتوصل لدرجه ان الواحد يعني يوقع الصبح ويمشي ويرجع يوقع على اخر. وعلى فكره هذا الكلام انا مش بقول على مصر ولا على اي حته ثانيه، في شركات كبيره جدا ومؤسسات كبيره جدا في العالم كله بهذا الشكل، يجي الصبح يبصم ويروح واخد بعضه وماشي، وبعدين ايه يجي اول واحد يبصم ويثبت حضوره ويروح ماشي، ويرجع بقى بعد لما تخلص يبصم برضه ويثبت حضوره وكلامه من الاخر. فيعني ايه يعني اللي عايز يفسد بقى ويعمل ده موضوع هو بقى. فايه تنشيط حاله الركود احنا بقى ازاي بقى اعمل يعني لو في حته فيها يعني ايه نامت شويه او هدئت شويه، الاستعانه بعناصر جديده، مديرين او مهندسين او لا. بمعنى ايه؟ انا لما عندي شركه يعني خلاص بقى يعني بقت الناس مش عايز اقول ماتت، يعني بقت البرودكت بتاعها والبيهيجر بتاعها، هاي الناس بتقضي وقت والناس مش يعني ايه مش متحمسه، بعمل ايه؟ اول طريقه بجيب ايه ناس جداد بصرف النظر بقى مديرين او مهندسين او الى اخره. فالناس الجديده اما بتدخل في التنظيم في 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 منظمات بهذا الشكل او في مشروعات بهذا الشكل، بتخلي بتحط تجيب روح جديده، بتبقى عايزه ايه تصلح، عايزه تظبط، عايزه تعمل مشاكل في حاجه. فالناس دي بقى والله لو هي سبورتد من التوب مانجمنت هتدخل وهتشتغل هذا التاثير. لو الناس الجديده دي يعني توب مانجمنت طبعا يعني مش عايز اقول يعني حاجات كثيره شفناها يعني في حياتنا، يعني في ناس بتدخل بتبقى يعني بتبقى جايه عشان تشجع الدنيا وتعملها، لكن بتلاقي ان التوب مانجمنت نفسه او الناس الكبار في المشروع نفسه حاربوها يعني بغباء، لانه بيعتقد ان استمراره وان حياته قايمه على النظام اللي هو ماشي بيه اللي هو الهدوء بقى والايه والوتيره الضعيفه اللي هو بيشتغل بيها. يعني اعاده تنظيم الهيكل، الهيكل التنظيمي يتغير على طول، ان هو ده الهيكل التنظيمي بدل ما هو هوريزونتال مثلا اعمله يعني ميرلي اظبط شويه، اعمل اظبط الهيكل التنظيمي بتاعي في السيكونس بتاع الهيكل التنظيمي بتاعي، وبعد في مكتب فني ورا مثلا الكواليس ورا السيفتي ورا وهكذا، بنظبط الهيكل التنظيمي بتاعي بحيث ان يعني الامور تمشي ايه يبقى الصراعات تتظبط. تشجيع المنافسه من خلال نظم التحفيز، والله ما بين مشروعين وبعض، والله المشروع مثلا اللي هيخلص او اللي هيعمل اللي هينفذ مثلا بالكواليتي بتاعته في التايم بتاعه بالكوست بتاعه او باقل، هيبقى له مثلا ايه في الاخر مثلا مكافاه كذا. فنظم التحفيز او مثلا سفريه كذا او هنعمل كذا وهكذا. ف نظم التحفيز تشجيع العمل، وعلى فكره برضه نظم التحفيز برضه ده موضوع برضه يمكن المره الجايه او بتاع، لان التحفيز ده له سيستمز وله دراسات كبيره ان شاء الله، يعني المره الجايه بقى اللي وراها ان شاء الله نتكلم على التحفيز، يعني الموضوع كبير وجميل برضه، يعني ازاي هتحفز ايه؟ يعني واحد مثلا
ساعي مثلا محتاج فلوس او حاجه، اجيب له شهاده تقدير واسقف له مثلا، يعني بقول يعني ايه يعني التحفيز ده برضه هنتكلم عليه، هتكلم عليه، ده موضوع جميل وموضوع برضه كويس ان شاء الله هنتكلم عليه في اللقاءات اللي جايه باذن الله. تشجيل عمل مشترك وفرق العمل الجماعي، ان انا اشجع دايما ان يبقى في عمل مشترك، يعني الناس تبقى مع بعضها، لان هو في مبدا اللي هو ايه يعني، الواحد اللي بيشتغل بينتج حاجه معينه، لو اثنين، لو واحد تاني بيشتغل بينتج حاجه معينه، انما لو اثنين اشتغلوا ما بينتجوش مثلا الجمع العددي، يعني انا مثلا بنتج مثلا 10 وحدات من حاجه معينه، وزميلي اللي معايا بينتج 10 وحدات من حاجه معينه، لو احنا تعاوننا مع بعض مش هننتج 20 وحده، عشان مع بعض الشغل الناس مع بعضها بايه؟ بيعلي الريت بتاع البرودكشن، هنعمل 25، لو احنا ثلاثه مش هيبقوا 30، هيبقوا 38، هيبقوا 40. ده وده برضو برضو بنحب نقول برضو حاجه كده على جنب، يعني ده اللي خلى كارل ماركس قال ايه؟ اللي هي القيمه المضافه. كانت اسمها القيمه المضافه؟ القيمه المضافه، اللي هو بنى عليها المذهب الماركسي بتاعه، وقال الماركسيه بقى ايه؟ ازاي صاحب العمل ياخد القيمه المضافه من جمع الناس دي مع بعضها، وان لازم ترجع لهم تاني، الكلام اللي هو ايه؟ لا درسناه في شبابنا في زمان قوي، مش هقول لكم قد ايه عشان بس ما نفضحش نفسنا، طبعا ده كل ده كلام يعني ايه؟ اي يعني فتحت موضوعات وبوظت الدنيا يعني. المهم تشجيع العمل المشترك وفرق العمل الجماعي. طيب. الطريقه الثانيه تشجيع التعاون والتنسيق، دي غلط، والتنسيق. الواو دي كانت بتبقى من الاول. تجنب حدوث اختلافات حاده في الاهداف والاهتمامات. بمعنى ايه؟ ما خليش الناس بعيده عن بعضها في الاهداف والاهتمامات، يعني احنا هدفنا مثلا كشركه على بعضنا ان احنا مثلا نبقى في شركه مثلا احنا فئه ثالثه عايزين نبقى فئه ثانيه. يبقى عندنا هدف ان احنا فئه ثانيه. عندنا هدف ان احنا مثلا نعمل مثلا الايزو مثلا 9000 اللي هو بتاع السيستم، يبقى عندنا ايه؟ ما نعملش اختلافات حاده ما بين الاهداف والاهتمامات بتاعت الناس نفسها. في واحد يقول لك يلا انا نظام ايه اللي انتوا عايزين تعملوه، ولا ازاي ما احنا شغالين، ما احنا يبقى ايه؟ نتجنب الايه الاختلافات حاده في الاهداف والاهتمامات. تشجيع العمل الجماعي وفرق العمل ده اهم جدا، عشان ما يبقاش في صراع، الناس كلها تشتغل مع بعض بحب برغبه ويبقوا مقتنعين وعارفين تماما ان العمل الجماعي ده بيضيف. احنا اتكلمنا على التيم بيلدنج على ما اعتقد، واتكلمنا على الموضوع ده، واتكلمنا على ان الانسان بيكسب كتير جدا من التيم بيلدنج. دي واحده كده بيقفل النظام دلوقتي بقى اعتقد اتكلمنا عليه يوم 24 واحد، اتكلمنا عليه وقلنا ان التيم بيلدينج الناس بتكسب كتير جدا من التيم بيلدينج ده، يعني يضيف للناس، مش التيم، لا التيم ده مش كم عددي، لا ده استفاده، وبتتعلم وبيرتقي وبيعلم مستواه الفني والتقني والاداري. طيب البعد عن التحيز والاهتمام بالموضوعيه في الاشراف وتقييم الاداء، ده اللي احنا بنقوله، ان انا ابقى فير، ما اقولش انا مثلا اشتراكي يبقى انا مثلا اشتراكي كلهم كويسين، انا راس مالي يبقى راسين كلهم كويسين، لا مش ما بتحيزش حاجه، اي حاجه، اي فكر، اي طريقه انتاج، لا بص ولا نيجاتيف، اقول لا ده انا لازم اعمل مثلا يعني سبلاي تشين بشكل مش عارف ايه معين، وهي ما تنفعش الا كده، اقول مثلا لا ده انا مثلا ما اجي اعمل البياض، بنتكلم بقى على التنفيذ، لازم مش عارف ايه افرطش ايه الاول واعمل ايه التاني، فالتاني يقول له لا ده انا عشان اعمل البؤة الاول وبعدين اعمل اوتار، يعني ايه؟ ما حدش يتحيز بوجهه نظره. التحيز اللي هو الايه؟ اللي مجرد ان هي وجهه نظري، لا لازم يبقى عندي ريلايبيليتي وفلكسيبيليتي ان انا اخد اي فكر جديد واطور نفسي مهما كبرت ومهما كنت في الموقع اللي انا فيه. البعد عن التحيز والاهتمام بالموضوعيه في الاشراف وتقييم الاداء، موضوعيه وتقييم الاداء. تقييم الاداء زي ما قلنا ما بقاش يعني ايه؟
هلا هلا ويلا وبصلاة على النبي، ده انت كويس، ده انت لا. تقييم الاداء ده بيبقى كشف، وفي نقط، وكل نقطه بتاخد درجه، وفي الاخر التوتال بتاعه هو ايه. ده ان شاء الله هنعمله باذن الله بالنسبه لتقييم مثلا شركات المقاولات، لتقييم المكاتب الاستشاريه، برضه ان شاء الله في لقاءاتنا اللي جايه باذن الله تعالى. المتابعه المستمره من خلال الاجتماعات والعلاقات المختلفه. في رايي الشخصي وبناء على الخبره السابقه، ان الاجتماعات دي من اجمل واقوى واسرع طريقه لحل اي مشكله، واسرع طريقه ان ما يكبرش عندك مشاكل. يعني انت لو عندك اجتماعات اسبوعيه، يعني كمثال كمثال، يعني بالنسبه لي مثلا، وانا مدير مشروع شركه مقاولات، طبعا يعني لازم كل يوم عندي اجتماع الظهر، لازم مع جميع العاملين في المشروع. اذا ما عملتش كده المشروع ده بتاعي لازم يبوظ، لازم يقع، لازم. فاجتماع اليوم في شركات المقاولات، وكذا اقعد يا باشمهندس، هو انت احنا بنضيع وقت، احنا تقول اخواننا احنا حالنا اجتماع كل يوم مثلا الساعه 12، ما فيش موضوعات، خلاص سلمنا على بعض شرحنا بعض. انما في موضوع هنقعد نخلصه، والله هو على قد المشروع صغير وبسيط هنخلصه في 10 دقائق ونمشي. موضوع كبير شويه محتاج حل، احنا كلنا موجودين على فكره، مكتب فني موجود، الشؤون الاداريه موجوده، الكونستراكشن مانجر موجود، الكواليتي اشورنس موجود، اجتماع فيه كل الاطراف بتشتغل في المشروع. بحيث ان يعني ايه؟ انا ممكن تبقى طلعت مشكله مع حد وحلها عند واحد تاني. انما انت بتتفاجئ، يعني انت بتتفاجئ مثلا ان مثلا المخازن جالها، مثلا المخازن جالها امكانيات او حاجات حصل معانا قريب، والناس اللي عايزه الكلام ده ما وصلهاش. يعني في تفكك في المشروع او في المخازن اللي انت فيه. انما لما بتجتمع كل يوم، انا مش بقول ساعه، ما بتوصلش لساعه ابدا، ان احنا ايه عندنا مثلا موضوع فلاني، مهندس فلاني عنده كذا، ده ناقصه مثلا اسمنت، ده ناقصه مش عارف ايه، ده عنده ايه، يقول له ده، يقول له اه انا عندي ده، انا عندي ده، وهكذا. خصوصا لو كان مشروع كبير وفي ديفرنت ايه ارياز فيه، فدي بتعمل حاجات كويسه قوي. خلاص، فالاجتماعات هامه جدا 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 جدا، من خلال الاجتماعات والعلاقات المختلفه، يعني العلاقات اللي هي اللي هي قايمه على العدل، وقايمه على ان كل واحد ياخد حقه، اللي هو وين وين سيتويشن، وقايمه على الـ 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 الصدق، وقايمه على ان انت عندك هدف واضح وعايز تنفذه. على فكره حضرتك الافاضل، انا بكلمكم على كلام يعني عملي وبراكتيكال، يعني مش بتكلم على لا احلام ولا على امنيات، ولا بخصص حاجه معينه، ولا بقول احنا هنا في مصر ما عندناش وما عندناش واحنا وحشين، لا. احنا عملنا مشروعات في مصر نجحت جدا جدا، وبتظل علاقتك بالناس اللي فيها اكتر من ممتازه، وعندنا مشروعات كتيره جدا جدا بره في الخليج في كل حته. واي مشروع انت هتمشيه بالشكل اللي بنتكلم عليه ده هينجح معاك، وهينجح وهيبقى زي الفل. انما بقى انا حد احنا بنشتغل وخلاص، وبنقضي وقت وخلاص، ولا في سيستم ولا في حاجه، طبعا الكلام ده مش ايه، مش مظبوط. يعني على كلام انا بقول لكم، كلام على خبره حياه، وعلى بس لازم تبقى مختلطه بايه، بالتطور العلمي زي ما بقول، ما تسيبش نفسك، لازم تدرس. اي مهندس دلوقتي وصل 4 5 سنين لازم يبتدي يعرف يعني ايه اداره، يعني خلاص ده ما في حته بقى اسمه مدير مثلا تنفيذ او مدير موقع، يعرف يعني ايه اداره، يقول لي بص لا خلاص. فايه ده تقليل الصراع، دي الطريقه الثانيه من ايه طرق حل الصراعات. طيب الطريقه الثالثه لاداره الصراعات، اول حاجه السيطره والقمع باستخدام السلطه او القوه. ده اقرب مثال لكده، في 3 حتت يعني دايما ايه، عشان ما اقولش برضو ان دي طريقه مش غلط. الطريقه دي قد ينتابها مش نوع من الظلم، نوع من سوء الفهم. يعني اللي كان في نماذج يعني في العالم كله، في نموذج قديم اللي هو مثلا فرانكو لما مسك اسبانيا، الامبراطور موجود كل حاجه موجوده، فرانكو ده كان ديكتاتور
ما الدكتاتور ايه بيعمل ايه بقى؟ عنده هدف معين، اصلاح اسبانيا. وقف. خلاص؟ الصين ما قامتش على نظام عادي، ديكتاتوريه وديكتاتوريه على بتاع الحزب ده كان زمان، انه لازم انتهى الكلام ده كله خلاص، ما عادش دلوقتي الانسان المكان بيحترم الانسان، هو قد يبدا الاول بديكتاتوريه التوب مانجمنت اللي بيدير او الحاكم، لكن لازم يبقى واضح، لازم يبقى واضح ان هو فيها هدف قدامه، البلد دي لازم تتصلح او المؤسسه دي لازم تتصلح، وفي نظام واضح هنصلح هنعمل كذا وكذا 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 وكذا. اللي يخرج عن هذا الكلام بقى لا، بنعدله بقى ونصلحه بالايه؟ بالقوه. كوريا نفس القصه، يعني احيانا بتبقى السيطره وقام نظام السلطه والقوه دي بتبقى بوزيتيف، في ومش بتكلم برضو قصد حاجه ولا سياسه، انا علاقتي بالسياسه انتهت من زمان خالص، من كتير يعني اكثر من 50 سنه. المهم السيطره والقمع باستخدام السلطه او القوه دي احيانا بتبقى بوزيتيف، بس يكون اللي بيعملها واضح وعادل وصريح وهدفه هدف عام، مش هدف شخصي له ان هو انا بقيت الريس او انا بقيت بتاع، لا لا ماشي. الاساليب الدبلوماسيه يعني في صراع او حاجه، بقعد بقى بشكل دبلوماسي مع اطراف الصراع وبعمل مع بعض بشكل ايه دبلوماسي، كلمة حلوة هنا وهنا، في الناس مع الطبقات اللي هي بتاع، لا بقى احنا بقى نتعشى مع بعض، لا احنا ناكل عيش مع بعض، نعمل اللي هو الاساليب الدبلوماسيه اللي هي ممكن تحل اي صراع. اسلوب التجنب بقى، التجنب ده اسوأهم، لانه بتعمل ايه؟ بتجنب افويدنس، افويد التجنب، يعني ما اخليش صراع يحصل. وده طبعا مش عايز اقول ان هو يكاد يكون مستحيل، بس هو يعني احيانا ممكن، يعني احد الحاجات اللي هي ايه ممكن تتطبق يعني. او بعد كده في الطريقه الرابعه اللي هي طرق التسويه، التسويه بقى ما بين مثلا طرفين صراع مثلا، او احنا قلنا الصراعات بتعتمد على كذا صراع تنظيميه، صراع بين الاطراف، صراع بين الانسان ونفسه. طرق التسويه بتبقى الفصل بين الاطراف، يعني لو انا عندي مثلا ديبارتمنت او قسم او اي حاجه، في ناس كويسين الاثنين بس دايما في بينهم خلافات وبينهم صراعات وبينهم، وانا عايز احتفظ بالاثنين، وانا كمدير مشروع او كمدير شركه او الى اخره، خلاص بحط ده قسم لوحده وده قسم لوحده، وبنظم علاقه بين الاقسام وبعضها. التحكيم ده بقى اللي هي ايه؟ احد النظم اللي هي بيسموها ايه؟ اللي هي التحكيم، اللي هو عاده اللي هو التحكيم ده من احد الحاجات الجميله جدا الحقيقه، حقيقه يعني واحنا الحمد لله درسناه يعني وخدنا فيه دورات برضه بنشتغل بيه وكده. التحكيم ده من الحاجات الجميله جدا جدا الحقيقه، يعني انت ايه مثلا زي مشاكل التحكيم العاديه اللي هي مثلا مشكله مثلا في شركه مع مالك مع حاجه، الشركه بتختار محكم والمالك بيختار محكم تاني، والاثنين بيختاروا بعض محكم مرجح. في بقى كل دوله بلد لها التحكيم بتاعها والنظام بتاعها والحاجات بتاعتها، فالتحكيم ده برضه احد الايه؟ معالجه الصراع، يعني بتعتبر محكمه احنا الطرفين او الاطراف المختلفه هي اللي ايه؟ هي العمل في هيئه المحكمه دي، يعني محكمه صغيره يعني. معالجه الصراع بقيت الحاجه بقى اللي هو اختصاصات اللوائح والقوانين وطريقه الصدفه. برجع بقى للايه يعني اللوائح بقى والقوانين بتقول ايه، وده بيقول ايه، ده بيقول عشان احل الصراع ما بين اثنين مثلا، كل واحد حدوده فين، او الصراع ما بين واحد وما بين شركته، برجع للقوانين واللوائح عشان ايه اشوفها. الثاني بقى اسمها ايه؟ طريقه الصدفه. بمعنى ايه؟ يعني دي قدرا كده حصل مشكله وحصل صراع او اختلاف ما بين حد والتاني بشكل معين، يعني مش ما بيبقاش العمليه عنيفه قوي، لكن قدرا كده بيبقى انت ايه؟ لقيت طريقه معينه خاصه ان انت تحل الموضوع بشكل يعني ايه؟ بيسموها طريقه الصدفه يعني. في الاسلوب المتكامل بقى لحل الصراعات، ده موضوع يعني مش بسيط، الناس المتخصصين بقى يشتغلوا عليه، يعني اللي هو الاتفاق على حل والمواجهه الصحيحه بين الاطراف، يعني دول التايتلز بتاعتها، ان انا بتفق على حل بين الاطراف اللي هي فيها بينها وبين بعض الصراع، وبقى مواجهه صحيحه بين الاطراف كلها، اللي هي ايه اللي احنا اللي عايزين نوصل لحل ايه؟ وين وين سيتويشن بين الناس كلها، يعني بيبقى كل واحد هو لوحده فاكر ان هو يعني ايه حي ايه حي
يعني ان هو على الحق في كل حاجه، ان لما بيقعد ومثلا مناقشات كان الاخر يقدر ان هو ايه يوصل ايه الحل ويعالج الصراع. خلصنا الجزء بتاع الصراعات ودخلنا في ايه؟ في الجزء بتاع الضغوط. احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ انا لو حد، بسم الله الرحمن الرحيم، هل في حد عايز مثلا ناخد 5 دقائق او حاجه؟ او بشمس احمد، هل الوقت مناسب او نعمل كده؟ احنا بقى لنا دي مش باين. طيب لنا ساعة وثلث. انا ساعه وثلث، تحب ناخد 5 دقائق ولا حاجه؟ انا ما عنديش مشكله، انت عارفني انا يعني ايه، ببقى سعيد جدا وانا معاكم يعني. اشوف كده، اعمل كده تيست كده، هل الناس تتحمل؟ لان الموضوع النهارده موضوع برضو ايه، مش هندسي او ما هوش يعني. فلو تحبوا 5 دقائق انا ما عنديش مشكله، مش عايزين انا امرتي. فتعمل كده، تسأل كده، تشوف الرأي ايه استاذ احمد، وأغلب الناس في الشات بتقول نكمل. يكمل. أيوة ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هنا بقى احنا كنا اتكلمنا على الصراعات، هنا بنتكلم على الضغوط بقى. الضغوط أسوأ من الصراعات. طيب الضغوط بقى بتنشأ من ايه؟ كان ستريس مارجن بقى فيه قصص طويلة عريضة يعني. تنشأ نتيجة التفاعل بين القوى الخارجية، بيئة العمل أو البيئة الاجتماعية المحيطة، وبين القوى الداخلية لدى الفرد. يعني أنا شغال في حتة مسببة لي ضغوط مستمرة، ثم استجابة الفرد ناتجة عن هذا التفاعل، والتي تترتب لها آثار فسيولوجية ونفسية وسلوكية. أنا بشتغل في حتة في ضغوط كثيرة جدا، حتى هتبان دلوقتي أنواع الضغوط وكلام ده من الأول لآخر. فهو التعريف بتاعها إيه؟ التفاعل، ضغط عبارة التفاعل بين القوة الخارجية اللي جاية عليا كواحد بشتغل، وإيه؟ وبين القوة الداخلية اللي عندي، أنا أستحمل لغاية فين؟ يعني ممكن أستحمل لغاية فين؟ أما بتبقى الأوفر ستريس بقى، دي بتسبب بلاوي يعني. بيترتب عليها أثار فسيولوجية ونفسية وسلوكية. فسيولوجية قلنا اللي هي خاصة بالبادي كده، والنفسية اللي هي النفس نفسها، اللي هي التصرفات بقى والكلام ده كله. السلوكي اللي هو إيه؟ رد الفعل بقى، انا الرياكشن بتاعي هعمل ايه نتيجه اللي عندي ده. طيب نموذج مراحل الاستجابه للضغوط. الضغط بيبدا ازاي؟ الاول بيبقى ايه؟ الارم، يعني بيحصل الارم، يعني انا جاي ضغط عليا بلاقي ايه حصل عندي تغييرات ناتجه عن التعرض في الاول، في الاول في في الاول يعني. بمعنى ايه؟ فوجئت مثلا بايه، بضغط مدخل معين جالي، يعني مثلا ايه، انت مثلا هتعمل كذا 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 في مده كذا كذا صغيره، انا على طول بتاثر عليا، بتاثر على جسمي، بتاثر على فكري، بتاثر يعني ان انا مطالب مني ان انا اعمل شغل مثلا بتاع شهر في يومين خلاص. فاول حاجه بيبقى فيها دهشه، فيها تنشنه، فيها ايه؟ فدي اول حاجه اللي هو الانذار بقى. الحاجه الثانيه المقاومه، اذا حصل تكيف مقاومه الجسم بتزيد على المستوى العادي. لو انا بقى اخذت الموضوع بقى بايه؟ بدات اتكيف فيه، بدات ان انا يعني ايه؟ احس ان انا اتس بوسيبل ان انا اتحمل الضغط ده. ماشي. فهتلاقي مقاومه الجسم زادت، وبقيت ان انا ايه؟ خلاص جسمي اخذ، او ان انا البيهيفير بتاعي مع ان انا عايش في ضغط او بشتغل، ما ايه مش خلاص، هتلاقيني انا في المستوى بتاعي عالي بالنسبه لمقاومه الضغوط. طيب مرحله الاجهاد بقى، لما تفضل التعرض للضغوط مستمره، القدره على التكيف بتقل وتنهك الطاقه ويحدث الاجهاد. يبقى هو 3 نماذج لمرحله الاستجابه للضغوط. الاول بيبقى في الار، وبعدين بيبقى في المقاومه خلاص. اذا زادت المقاومه بتبقى العالي، يعني هو ايه؟ يعني اكشن ورياكشن. وبعدين بيبقى ايه؟ لو زادت بقى الضغوط بيبقى في مرحله الاجهاد. طيب مصادر الضغوط، انا دلوقتي بتكلم موضوع تاني على فكره، احنا اللي فات كنا بنتكلم على ايه؟ على الصراعات الكونفليكتس، دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على البريشر. ماشي؟ مصادر الضغوط دي منين بقى؟ اللي كان دلوقتي على ايه؟ على مدير المشروع، المدير نفسه،
المدير بتاعي مثلا هو بيسبب له ضغوط في حاجات وفي دوافع، في الادراك، في نمط الشخصيه، في القيم والتقاليد، في الحاله الصحيه. تمام؟ ادي ايه الضغوط اللي هي ممكن تبقى على اي حد، من المدير بتاعه على الحاجات، الادراك، نمط الشخصيه، الكلام ده كله. في مصادر بيئيه، مصادر بيئيه اللي هي ايه بقى؟ الاجتماعيه، الاقتصاديه، السياسيه، التكنولوجيه، القانونيه، الحاجات دي كلها دي مصادر بيئيه. الانفايرمنت اللي انا عايش فيه، اتكلمنا احنا على الانترنال انفايرمنت والمايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت، فدي ايه الحاجات اللي هي ايه المصادر البيئيه اللي هي بتؤثر على ايه، على بتجيب ضغوط يعني معينه. طبعا الكلام ده مفهوم يعني، مش يعني الاجتماعيه طبعا لو انا عايش في مجتمع انا حاسس ان انا غريب فيه او الى اخره بشكل او باخر. الاقتصاديه لو انا حاسس ان انا اقتصادياتي اقل بكتير جدا من المجتمع او من المفروض اكون عليه، وهكذا يعني. طيب التنظيم بقى والوظيفه دول اكتر حاجه فيها ضغوط. يعني التنظيم والوظيفه دي هي ايه؟ الشغل بقى اللي انا عايش فيه اللي هو يعني الشغل بياخد من وقتنا مينيموم، يعني مينيموم 8 ساعات اللي هي تلت يومي في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ تلت يوم على الاقل، غير بقى ساعه رايح وساعه يعني ايه؟ يعني اكتر يعني يمكن نص اليوم بيضيع في الشغل والالتزامات والمروح والكلام ده كله. طيب في التنظيم بقى والوظيفه الغموض بتيجي منين؟ غموض الدور. انا بشتغل في مكان دوري مش واضح ولا محدد، انما هتيجي بص لو الدور مش واضح هتلاقي مثلا رئيسك يقول لك انت ما عملتش الحاجه الفلانيه دي ليه؟ الله، طب انا مش تابعي. انت قصرت في الحته الفلانيه، طب ده مش معايا. يبقى انت بتبقى الدور بتاع الانسان مش واضح، دي اول مشكله بتحصل. يعني انا مطالب ان انا اعمل حاجه فلانيه، انت ما حددتليش. يعني يا طالما الدور مش محدد يبقى انت ايه؟ هتبقى اندر بريشر من حاجات انت لا تعلمها. زياده ايه؟ زياده او قله عبء الدور. يعني انا لو الدور انا بعمل مجهود مثلا في ناس يعني من دول بنشوفهم قدامنا دلوقتي بيعملوا ايه؟ واحد شايل شغل الشركه كل ما اقول اخره، فعليه عبء كبير جدا 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 جدا. ده ايه؟ ده ضغط فوق الوصف. صاحب الشركه مبسوط او معاه في واحد شايل وشاب وكده، في لحظه من اللحظات هينهار خلاص. اللي دي زياده، دي زياده مصدر الدور. وفي بقى اللي هو زياده عبء الدور، وفي قله عبء الدور. بمعنى ايه؟ ان انا بروح الشغل وارجع من الشغل مش حاجه اعملها، ما هو ده ضغط. يعني انا مضطر اقعد في المكان وانا ما عليش اي مسؤوليات ولا عندي اي شغل ولا اي حاجه خالص. صراع الادوار، اما يبقى ايه ادوار بتتصارع مع بعضها، مثلا شؤون ماليه بتتصارع مع شؤون فنيه عشان ده بيكلف ايه، ده بيعمل ايه، كلام اللي هو يعني ايه اللي بيحصل في مؤسسات كتير جدا يعني. ضغط الوقت اللي بقى انا اطالب ان انا شغل مثلا بتاع شهر عايز اعمله مثلا في اسبوع. فده طبعا ده ضغط وقت. عدم التفويض، دي مصيبه كبيره. ان يقول لك ايه؟ انت روح انت كده يعني كلام ايه؟ روح خلص، فاهم؟ بس انا مش مفوض بقى في حاجات معينه، لا معايا فلوس ولا معايا سلطه ولا معايا امكانيات، روح خلص الحاجه الفلانيه. الله، طب وفين الحاجه؟ فين الـ 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 التفويض بتاعي؟ فين الصلاحيات اللي انا هشتغل بيها احل بيها؟ فده بيبقى ضغط كبير جدا. كبر حجم المسؤوليه لما يبقى مثلا برضه واحد يعني سي هقول مهندس صغير، خلينا نتكلم عن مهندس، مهندس صغير وبقول له مثلا دير مشروع مثلا كبير مثلا او يعني بيبقى حجم المسؤوليه اكبر بكتير من امكانياته واكبر بكتير من خبراته، فدي طبعا بيعمل ضغط كبير جدا. التضارب بين الاهداف، بيبقى ناس مثلا لها هدف تقول لك ايه ده انا اقلل الكوست، واحد يقول لك لا ده انا اقلل التايم. الله، المفروض يبقى فيه اتفاقات على هذا الكلام، ما يبقاش ايه اهداف. انا بتكلم على الاهداف السليمه، غير بقى الاهداف اللي هي اللي مش مظبوطه. خلاص. الشخصيه العامه، شخصية كل انسان عنده شخصيه معينه، عنده قوه تحمل معينه، عنده طريقه معينه في البيهيفير. وده برضو كل ده بيبان فين؟ في الاورجانيزيشن بيهيفير. ده علم جميل وكل كتبه جميله يعني. انا مش عارف الحقيقه، او ممكن يكون في عربي، انا كان في اورجانيزيشن بيهيفير زمان طلعت عليه،
في اعتقد ممكن يلاقي اللي هو سلوك التنظيم يعني، ممكن يكون في حاجات مترجمه، انا مش عارف الحقيقه. الشخصيه العامه، العلاقات مع الاخرين، انا علاقتي مع الاخرين شكلها ايه؟ يعني هي هل هي اجريسيف؟ يعني ساعات الواحد بيضطر ان هو بقى يبقى اجريسيف. خلي بالنا يعني، مش عيب انك تبقى اجريسيف في لحظه من اللحظات، انك لازم يعني ايه تحط الامور عند حدها، تبقى يعني لا هي كده بقى لازم تتعامل كده يعني، في ده ما فيش كلام يعني. انما العلاقات مع الاخرين بتبقى ايه؟ تبقى للمصلحه العامه وللمصلحه الشخصيه. يعني اوعى تيجي على مصالح حد معاك لسبب وحش. طبعا مفهوم يعني، يعني احنا عدينا كتير على حاجات من دي في حياتنا، لكن العلاقات مع الاخرين دي مهمه جدا جدا جدا، وانها تبقى بعدل، تبقى بحب، تبقى برغبه في الاستمرار ورغبه في الحق. لان احنا ده احنا من شغلنا كله، احنا بنكسب اصدقاء، يا بنكسب اصدقاء يا بنكسب اعداء. فيفضل ان ايه، ان يبقى الواحد ايه يكسب اصدقاء من كل شغل، من كل مكان يقابله، من كل ايه موضوع جديد يعمل. ظروف العمل الماديه دي مصيبه كبيره يعني، بتلاقي مثلا واحد صاحب شغل او يعني يعني وقع في ازمه مثلا ماليه ولا حاجه، فبيعمل ايه؟ ما يقبضش الناس. دي من اخطر الامور اللي بتحصل، ودي للاسف بقت، مش بقول بقت كمان يعني، دي من اكثر الحاجات اللي هي بتخسر كتير قوي. لان انت مثلا لو اتحملت شهر مش هتتحمل التاني. وبعدين احنا يعني الحديث واضح، اعطي الاجير حقه قبل ان يجي فقره. يعني ما بجيبش واحد ما بقاش مقاول على قدي، وبجيب ناس باليوميات ويروح من غير ما اخد يوميته، ما ينفعش. انا جايب موظف يعني يشتغل عندي شهر، الشهر بديله بالشهر، ويعدي شهر ما اديلوش، او شهرين او ثلاثه او اربعه. الحقيقه قابلنا حاجات كتير من دي في حياتنا. اللي بيصمم على هذا الكلام ما بيكملش، ما بينجحش. من انجح الناس برضو، انا يعني شركه انا اشتغلت فيها وشفتها وشفت اصحابها. الحقيقه يعني مفيش حاجه اسمها الموظف يجي يوم واحد وهو مش قابض، مش ممكن. وده انا اتعلمتها منه الحقيقه، اتعلمتها منه. يا مهندس اصغر مني ب 10 12 سنه بدون ذكر اسماء، مع ان هو بيشرف اي حد، وانا قلتها له في وشه، قلت له انت احسن مدير عام انا قابلته في حياتي حقيقه، من هنا في اسكندريه يعني. عنده الموظف اللي عنده او الناس اللي بتشتغل معاه نمبر 1، يبقى منبه على الشؤون الماليه، ومنبه على المشروعات، منبه على كل حاجه، ان اول حاجه واكتر حاجه لازم تبقى موجوده في حساب البنك قبل يوم واحد في الشهر فلوس الناس، ما تاخرش يوم واحد. فالحقيقه يعني عاش يعني الشركه من زمان معموله 82 83 ولا حاجه، وما شاء الله عليه، ولغايه النهارده يعني. لما اروح يعني رحت زرته لقيت مثلا عنده مهندسين وعنده ناس بيشتغلوا معاه من اكثر من 30 سنه، وزي ما هم ومبسوطين وكل حاجه يعني، وناس حتى يعني عجزوا. فيعني صاحب الشغل اللي هو بيحب الناس بتوعه وبيحافظ عليهم وما بيظلمهمش، وكل واحد فيهم يعني حاسس ان ده بيخاف عليه، الحقيقه يعني حقيقه يعني انا بعتز بصداقته جدا، ومش هقول اسمه طبعا هنا، هو لو سمعنا هيعرف يعني. فظروف يعني، اللي انا عايز اقوله حاجه، ان ما يبقاش مدير عام شركه او صاحب شركه ويقوم عنده مشكله زي ما حصلت في المثال اللي احنا ايه اللي احنا حافظينه عن الاداره في اليابان. كان في شركه في اليابان صاحبها وقع في مشكله ماديه وخلاص، قال هقفل الشركه. راح عمل ايه؟ ما خدش القرار لوحده، راح مجمع كل الناس، قال لهم اخوانا انا واقع في ازمه ماليه كبيره جدا، وعندي مشكله كبيره جدا، وانا مش هقدر اكمل، وهقفل الشركه دي. خلاص؟ الناس قالوا له ايه؟ طيب انت تقدر على ايه؟ قال له انا اقدر اقدر ادي نص السالري بتاعك لمده 6 شهور. قالوا له واحنا موافقين. على فكره ده احد الحاجات الحقيقيه، ده له خيال،
ولا هو اكاديمي زي ما بيتهموا لما نيجي نتكلم حاجه اكاديميه، واحنا يعني لازم الربط ما بين العلم والعمل يعني. فالمهم العمال بقى عملوا ايه؟ او الموظفين اللي كان بيشتغل 8 ساعات اشتغل 12. ليه؟ لان هو الراجل قال لهم 6 شهور هم شهرين، ورجعت كل حاجه زي ما هي. ليه؟ لان الناس بتحس على طول ان الراجل ده يعني ده قلبه عليا، يعني هو كان عايز يمشيني عشان هو مش قادر. لما قدر خلال شهرين ادى لكل واحد فلوسه كامله وما عادش 6 شهور ولا حاجه، وبقى زي الفل، ودي نفس كلها من هو الاخر. ف رسالتي لكل مديرين المؤسسات او مديرين الشركات، حافظ على ناسك، وفي اي مشكله شارك عمالك وشارك موظفينك. ده اداريا لا يعيبك، ان احنا كلنا بنقع في ازمات، واحنا في بيوتنا ساعات بنقع في ازمات، بنقول لاولادنا احنا في ازمه، بلاش ناكل مثلا حاجات غاليه مثلا اليومين دول، بلاش نشتري مثلا لبس ماركات اليومين دول، وهكذا. فايه الاحساس العام بان في المكان اللي انت بتديره او اللي انت فيه بان انت بتحبه وخاف على مصلحه كل واحد فيه، ايه الدنيا هتنجح وهتبقى زي الفل. دي ظروف العمل الماديه دي اخدت مننا وقت شويه، بس انا بقولها لان ايه ده وجع وحاصل كتير في الخليج، وبيحصل كتير في مصر دلوقتي، ودي وجع يعني بيوقع الدنيا. طيب التصميم غير مناسب للوظيفه. كل وظيفه لها تصميم، خلي بالك، يعني لها حدود ولها امتيازات ولها مسؤوليات. فايه لازم الوظيفه لازم تتصمم صح. انا بقول مثلا مهندس تنفيذ له حدود، مهندس تنفيذ بيعمل كذا 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 كذا، وده عاده بتبقى في الايزو سيستم 9001 اللي هو بتاع النظام. فمهم جدا جدا، انا برضه ولا انا بعمل دعايه لحد حاجه، انما كل ما كان عندك نظام وفي شركتك ونظام، اولا ده لمصلحه صاحب الشركه ايزو او اي نظام تاني في اليوروبيان سيستم، في حاجات كتيره جدا، بس انا الايزو اللي هو احنا عارفينه وماشي انترناشونالي. لو انت عندك نظام هتلاقي الشركه ماشيه اوتوماتيك، هتلاقي اي حد يغيب الدنيا ما بتقفش، هتلاقي ان اي حد نزل يعمل عمل هتلاقيه كلهم بشكل واحد، لان عندك سيستم وعندك بروسيدرز وعندك تشيك ليست وعندك كل حاجه بتخلي الشغل بتاعك بيمشي سيرف. طيب عدم الامان الوظيفي دي مهمه جدا برضو، ان الواحد ايه مش حاسس ان هو امن وظيفيا، حاسس ان هو ودي للاسف مشكله، وتفاقمت برضو مع الكورونا، خلي بالنا ان في شركات كتير جدا، وللاسف شركات كبيره وشركات مش عايز اقول مش عايز اسميها بجنسيه معينه، كان كل همها ان هي الايه الستوك ماركت بتاعها، يعني ثمن السهم بتاعها، مش همها اي حاجه. فايه اللي ماشي 70% من الناس اللي عنده، اللي ماشي 60% من الناس اللي عنده، بس 50% من الناس اللي عنده، مع ان انا في رايي الشخصي ان انا امشي الناس بتوعي في وقت اي ازمه او في وقت اي مشكله، ده من أسوأ الحاجات اللي بتخسرها المكان، لان الوالد بتاعه ساعه ما المشكله هتتحل مش هيلاقي حد عنده، يعني حتى اللي قعدوا معاه هيدوروا على حته ثانيه. دي واحده من ناحيه. من ناحيه ثانيه ما نبص، هو انت حد سمع ان في الصين في مشاكل تكون على خير؟ ان في الصين في شركه مشت الناس اللي فيها او عملت ريدكشن في الناس؟ هل في اليابان حصل نفس الحكايه؟ يعني كل الدول المنظمه اللي واخده يعني ماشيه بشكل اداري صح، وماشيه بالكواليتي سيستم صح، وماشيه باداره صح، ما حدش قاعد خايف ولا قاعد حاجه خالص. انما الشركات اللي هي كبيره وشركات كبيره جدا يقول لك انا بقى ايه القصه الاولانيه، ان انا هنزل 30%. طبعا انا ما بقولش يعني اجي على نفسي كشركه او اخسر نفسي او الى اخره، لكن ما انا كسبت كتير جدا من ورا الناس دي من اول لاخرها، ولازم احافظ عليها. لو انت في شركه وفي مكان خصوصا في المنطقه اللي هي ما فيهاش اي تامينات اجتماعيه ولا اي تامين صحي ولا اي حاجه خالص،
الشركة اللي بتعمل كده بتفقد اللويالتي بتاعتها وبتفقد سمعتها، مهما كبرت ومهما عدت من فلوس الناس اللي هتشتغل فيها هتبقى ايه؟ بتشتغل لمصلحتها وخلاص. انما اهم حاجه واجمل حاجه ان الواحد يبقى ايه؟ حاسس بالولاء والانتماء لشركته، زي ايه اخونا اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي، اللي هو ما اجر اللي يعني انا اعرفه من زمان، يعني سنه 82 83، ما عنده العامل اللي عنده والموظف اللي عنده نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه قبل اي حد تاني. السب كونتراكتور يقدر يستحمل معايا، اهو مره بيتاخر مره بيعمل، بيسمحه بمنتهى الذوق. السبلاير بتاعه يقول له والله معلش سامحني احنا هنتاخر شويه. انما واحد بياخد بيقبض عشان خاطر يعيش اسرته ويعيش ويعيش، ما جيش عليه ابدا، ولا وايه ولا اقول بقى هو حرر نفسه وانا هخسر انا هعمل، لا انت كسبت كتير من وراه، فايه حافظ عليه محافظ على شركتك من هو يبقى موجود. وفي تصرفات كتيره جدا 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 لهذا الكلام. انا اسف ان انا يعني ايه مش طلعتش بره الموضوع، بس دي برضو حاجه من حاجات المشاكل العامه اللي شفتها انترناشونالي وشفتها في العالم العربي وشفتها في مصر، وحابب ان انا برضو ابينها لايه؟ للناس والاداره نفسها. طيب العائله بقى، الاسره والاقارب، مصادر الضغوط. احد انواع الضغوط طبعا والهامه والهامه جدا من اسرتك او الاسره اللي احنا عايشين فيها. انا مش عايز اقول بقى يعني يعني واحده ست مثلا جوزها بيعكن عليها فبتروح الشغل مثلا مش مبسوطه، ولا راجل، وكان يقول لا في ضغوط كثيره جدا غير كده. يعني في مثلا ابنه مثلا جاي على داخل على مدارس وما فيش فلوس المدرسه، مثلا في دخل الشتاء ما فيش لبس فلوس الشتاء دخل، فدي كل دي ضغوط نفسيه وبتفرق كتير جدا مع اي حد. يعني حد ما حدش يقول لي انه احنا يعني خلاص بقى ان انا بقى بروح الشغل وشايل بقى كل اللي في دماغي والشغل شغل والبيت بيت، ده كلام مش ده كلام مش حقيقي. لان انا لما ببقى عندي تاثير جامد ضغط جامد من شغلي ومن لان الولاد ده او البيت ده هو الهدف. يعني الشغل مش هدف، الشغل ده وسيله ان احنا نعيش كويس ونعيش بكرامتنا. فلو انا عندي ضغط من اسري او ضغط من اقاربي طبعا بيبقى ايه؟ بيأثر كتير جدا جدا. طيب هنلاحظ هنقول ايه؟ لاحظ ايه؟ للضغوط اثار ايجابيه، دي نقطه بقى اللي هي ايه النقطه؟ هي مش نقطه، هي دي حقيقه بقى. الضغوط اثار ايجابيه مثل السرعه في اتخاذ القرارات والميل الى تخفيض السلطه والسرعه في الانجاز والاضطرار الى تنظيم الوقت وزياده الانتاجيه، ولكن علينا ان نتذكر ان الاثار السلبيه للضغوط تفوق اثارها الايجابيه، ومن هنا علينا ان نعالج هذه الضغوط او نتجنب الاصابه بها. لما اجي انا مثلا عندي مؤسسه وعندي شركه ومشروع مش ممكن يخلص في اقل من 3 سنين، اقول له لا انا عايز المشروع ده في 6 شهور. طب انا دلوقتي انا المدير مثلا بتاع المشروع، والله يعني ما طبعا كلنا محتاجين لشغلنا محتاجين كام رقم الاخر، هنعمل ايه؟ هنضطر نضغط على نفسنا ونشوف اي طريقه نشتغل بقى اوفر تايم، نجيب اي حاجه. يعني بتبقى في ضغوط جامده جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت الضغوط دي زي ما جايه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الشريحه دي ان في اثر ايجابيه. يعني بتخلي ايه؟ بخليك خلي اتخاذ القرار بقى. ما هو انت عندك هدف نهائي، تارجت عايز تخلص مثلا، بدل ما اخلص في 3 سنين هخلص في 6 شهور، فبتاخد قرارات سريعه جدا جدا. وبعدين ايه؟ بتفوض سلطاتك بقى، ما بتحتفظش بسلطاتك، ما بتقعدش مشاكل كل حاجه على قلبك، لا بتعمل ديليجيشن لكذا واحد عشان كل واحد يجري في سكه ويخلص، وسرعه انجاز. يعني دي ايه؟ يعني الضغوط بتسبب هذا الكلام. لكن وبتضطر طبعا تنظم وقتك وزياده الانتاجيه بتاعتك عشان تقدر تخلص لو انت عندك ضغط مثلا في التايم او في اي كوست او في اي حاجه. الاثار السلبيه للضغوط اكتر بكتير جدا من اثارها الايجابيه. يعني انا شفت بعيني ناس كبار، يعني مش عايز اقول برضو اسماء، الضغط في شغلهم جامد جامد في السنين اللي فاتت دي كان في شغل جامد قوي، ووصلت لحاله ان نفسيتها يعني مش عايز اقول يعني محتاجه علاج نفسي
من حضراتكم، يعني ان كل حاجه لها حدود، وانا لازم كمسؤول في مشروع او في مؤسسه او في دوله او في اي حاجه اعرف كويس قوي ان في حدود لاي انسان مهما كان ومهما اخذ من مميزات حتى او من اي حاجه. كل حاجه لها حدود، والاثار السلبيه للضغوط اكتر بكتير جدا جدا من الاثار الايجابيه. اعراض الضغوط بقى والاثار السلبيه لها، في اعراض فسيولوجيه ونفسيه وسلوكيه زي ما احنا بنقول. فسيولوجيه الاول اللي هي خاصه بالفسيولوجي اللي هو جسمي والامراض، كان نقول هدمان نفسي، فيزيولوجيه قصيره الاجل، صداع، ضيق التنفس، التوتر العصبي، القلق والارق، الانهيار العصبي، صعوبه الهضم، فقدان الشهيه، كل ده بيحصل نتيجه ايه؟ تاثير الضغوط. في طويل الاجل بقى السكر، ضغط الدم، ازمات القلبيه، يعني في ناس بتصل لمرحله من الضغوط اللي بيحصل لها كده. وده واقع يا حضرات الافاضل، ده واقع. انا شخصيا يعني ده كان واقع برضه، للاسف واقع اليم، والله انا لا انسى، يعني افتكرت دلوقتي وانا قاعد معاكم ان كان في مدير عام شؤون فنيه كان مهندس عظيم عظيم، وكان في شركه في القاهره، والشركه في القاهره برضه يضغطوا عليه يضغطوا عليه يضغطوا عليه، ما كانش فير يعني صراحه، ما كانش فير. مات في مكتبه بازمه قلبيه، وكان انسان لا ينسى لا ينسى. فنخلي بالنا اذا كنا موظفين نخلي بالنا من نفسنا، وما نحطش نفسنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الازمات دي، انما دي من الخبرات اللي انا شفتها في حياتي. وتذكرت دلوقتي وانا بتكلم على الكلام ده، وكان مثلا كنت بحبه جدا، وكان مخلص جدا، والاسره طيبه جدا، لكن الضغوط اللي حصلت عليه، مات بازمه قلبيه في مكتبه. يلا الله يرحمه. فيعني ايه، نخلي بالنا التغيرات الفسيولوجيه دي هامه جدا، وتوصل لحاجات مش كويسه. طيب الامراض الاعراض النفسيه بقى ايه؟ الاثار السلبيه بقى اللي ايه؟ الضغوط. اللامبالاه، يعني دي اللامبالاه دي بقت للاسف بقت سمه، مش عايز اقول عامه لان ما بحبش اعمم في الحاجات اللي مش كويسه، بس بقى فيها فعلا كتير جدا في اماكن كتير جدا دلوقتي موضوع اللامبالاه. خلاص اللي ما خلص النهارده يخلص بكره، كده يعني بيوصل لمرحله اللي هو خلاص يعني ما هو مش قادر، فبيبقى ايه بيفقد ايه رغبته في ان هو يعني يحقق الهدف اللي عنده، يعني خلاص اللي يحصل لازم ما يحصلش ما يحصلش. وده للاسف عايشينه مش عايز اقول تقريبا كل يوم. يعني الاكتئاب بقى والاحباط، في ناس بتتحول بقى الى اكتئاب واحباط، خلاص ده ما فيش فايده، ده مش هننجح، ده مش هنعمل، فدي ايه حاجه نفسيه ثانيه بتحصل نتيجه تعرض الضغوط والاثار السلبيه بتاعتها. عدم الرضا، ببقى غير راضي، مش انا يعني بس، انا الحمد لله راضي كل الرضا عن كل حاجه يعني في حياتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ودي حاجه من جميله من عند ربنا سبحانه وتعالى. عدم الرضا بتكلم على الجنرال عموما، يعني ان بيبقى انسان عليه ضغوط كثيره جدا، وبشتغل وبحب الشغل وكل حاجه، بس انا مش راضي، مانيش مبسوط. بعض بقى في حاجات زي الغضب والتوتر النفسي، بقى متوتر على طول، ومتعصب على طول، ومتنرفز على طول. فدي ايه الاربع نقاط الايه النفسيه اللي هي ايه ناتجه من ايه؟ من اعراض الضغوط، الاثار السلبيه للضغوط. السلوكيه بقى خلينا ناخد بالنا، التاجيل، يعني انا خلاص بقى النهارده بقى خليني ادي بكره، او مثلا الشهر الجاي، او يبقى بالتاجيل. النسيان وصعوبه التذكر، ودي بقت يعني ايه شباب صغير جدا بقى عن موضوع النسيان بقى يعني للاسف بقت سمه، يعني شباب صغار خالص، شباب صغار خالص يمكن في الجامعات او متخرجين جداد. الارتباك بقى وتضارب الادوار، ده برضه من احد الاعراض السلبيه للضغوط في السلوك. يعني الغياب، لما الاقي ان انا في مكان بقى يعني زي ما بقول لكم، يعني انا شخصيا يعني اشهر يعني موقف حصل لي في السعوديه الحقيقه، بصراحه في السعوديه في شركه ما، قال لك لازم تيجي الصبح ايه تبصم قبل ما الشغل، وانت خارج تبصم، وانت ماشي في اي حته تبصم، داخل وزي راجع عشان هو الاخر. فشاب صغير خالص، والله شاب صغير خالص 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 خالص. قال له لا يا باشمهندس، الشغل بتيجي الساعه كام؟ 8. انا 7:30 هكون هنا وهبصم، انا دخلت وهروح اعمل اي حاجه، احنا بنمشي الساعه كام هنا؟ الساعه 4، انا حاجه ابصم الساعه 5 عادي خالص، ومحدش قدر عليه، وبرضه عمل نفس القصه، محدش قال له انت كم هو الجهاز اهو للاسف يعني. ف
فهنا بتكلم برضو على الاداره. انا مش بقول يعني نعمل كده او الى اخره، لا انا بقول ان ايه نخلي دايما الاداره اداره واعيه، اداره محبه، اداره عارفه كويس قوي ان هي ان التعامل مع الانسان عايز انسانيه، عايز عدل، عايز حفاظ على الكرامه، عايز حفاظ على حاجات كثيره جدا جدا جدا. الصراعات والنزاعات هيبقى دايما لو في ضغوط عشان الناس بتصارع مع بعض. يعني النكته مثلا، واحد مش عايز اقول مهندس والله برضه يعني مثلا ايه، عنده شغل كتير جدا جدا، فيجي مهندس تاني يقول ايه، هو ده بيشتغل، ده انا عندي شغل اكتر منه مليون مره، واخدين بالكم ازاي؟ يعني الفكره ان فين ايه بتحصل صراعات بقى والنزاعات بين الناس وبعضها. ده انت، طب انت الراجل ده انت يعني معتمد عليه ليه؟ ده وهكذا. ففي صراعات ونزاعات على ايه؟ من الناحيه السلوكيه. طيب انخفاض مستوى الاداء ومستوى الانتاجيه، ده عادي بقى. يعني واحد تحت ضغوط نفسيه، وتحت ضغوط شغل، وتحت ضغوط مادي، وتحت ضغوط معنوي، او كان يقول اخر، مش ممكن يديك مستوى الاداء وهو مبسوط، وهو ماشي مبسوط من الشغل وسعيد ان هو بيشتغل في المؤسسه دي، والمؤسسه دي ما بتظلموش او المكان ده ما بيظلموش، فبينخفض مستوى ادائه ومستوى الانتاجيه بتاعته. انا بعيني برضه نفس القصه شايف هذا الكلام، تلاقي مثلا مشروع كبير جدا في مثلا 400 500 واحد بيشتغل، خلاص الناس دي ما قبضتش، هتلاقي وانت ماشي طول النهار هتلاقي الناس بقى كل ثلاثه اربعه ما دام ما حدش باصص واقف عليهم بيتكلموا، بيشربوا سجاير، بيسولفوا، يعني مستوى الانتاجيه بينخفض ومستوى الاداء بتاع لما بيبقى في ضغط على العامل، فلازم يبقى ايه، يبقى هو وبعدين ما ازعلش منه ده بقى، لان اعمل ايه؟ ان انا يعني يحس ان، وهي دي الاداره بقى، الاداره الحقيقيه، انا مش بتكلم بقى على ايه اللي فاكر الاداره بقى شخص ونصر، لا الاداره الحقيقيه ان انت تعرف تخلي العائل مش العامل اللي هو العامل يعني العامل بيدي، يعني ان اي واحد بيعمل معاك يدي لك اقصى ما عنده ويبدع، دي النتيجه الحقيقيه لاداره مثلا الشؤون العامله. ماشي. عدم القدرة على تنظيم الوقت، اللي هيبقى عليه بريشر جامد مش هيقدر ينظم وقته، هتلاقيه هنا وهنا وهنا عمال بيجري وبيتحرك هنا وهنا هنا مجرد انه بيثبت حضوره بس، هنا مفيش انتاجية. هنا اخطاء في اتخاذ القرارات، لما في ضغوط نفسية وعايز اخلص ده واخلص ده بيبقى ايه، قرارات مش هتبقى سليمة، مش هتبقى مظبوطة. طيب النقطة الثانية، ازاي بقى اعالج الضغوط؟ ازاي يعني انا في مكان دلوقتي واعالج الضغوط دي ازاي؟ اول حاجه الحقيقه انا مش يعني ايه، اول حاجه جت هنا اللي هي العباده. بمعنى ايه؟ ان انا بقف اصلي لربنا مثلا، بصرف النظر يعني عن ديني، يعني ان انا محول امر لله سبحانه وتعالى. انا في ضغوط معينه بقوم اصلي وبتعبد لربنا، سواء بس تبع ما انا مؤمن بايه يعني. فالعباده دي بتخليك حاسس ان ايه؟ ان ربنا هينصرك وهيفوت الكلام ده كله من اول لاخره، والى اخره، الضغوط دي مؤقته والى اخره، وان ربنا سبحانه وتعالى بيحطك في موقف يعني الضغوط دي علشان يختبرك في حاجه معينه وهكذا. فالعباده دي اول طريقه لمعالجه الضغوط. النقطه الثانيه اللي هي ايه؟ اداره وتنظيم الوقت. يعني بمعنى ايه؟ هو احنا اتكلمنا على التايم مانجمنت مره، افتكر حاجه زي كده، بس مش لسه، هنتكلم برضه على 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 التايم مانجمنت، هنشتغل على كوست مانجمنت، وهنتكلم على فاينانشال مانجمنت والاخر. لكن اغلى حاجه خلقها ربنا وده اللي بنربي اولادنا عليها ولازم كلنا نخلي بالنا منها، اللي هي الوقت. وده اللي بنعلمه لاولادنا وبنعلمه للناس اللي عايزه تتعلم. لو ضاع منك ساعه لا يمكن هتقدر تجيبها تاني، مش ساعه يد، لا ساعه تايم، انما لو ضاع منك 1000 جنيه مش هتعوضها.
فأي حاجة في الدنيا لا تعوض، الحاجة اللي لا تعوض الوقت. فالوقت لو أنا نظمته كويس صح وظبطته صح، هلاقي إن أنا يعني إيه البريشر اللي عندي هيبقى محتمل أو مظبوط أو إلى آخره. أنا عارف أنا مثلا بنتج مثلا 10 وحدات في اليوم، يبقى أنا مثلا هنظم وقتي إن أنا مثلا إيه أخلي مثلا وقت معين بتاع مثلا أي حاجة تانية أخليهم ساعتين، وأخلي مثلا إنتاجي مثلا 15 وحدة مثلا أو أي حاجة. إدارة تنظيم الوقت ده من أهم الأمور في أي مؤسسة وفي أي مكان وفي أي مشروع. يعني البرامج الزمنية اللي بتتعمل عشان تتحط في الملفات، هيبقى اسمها برنامج زمني، ده مضيع للوقت وللفلوس ولا أي حاجة. إنما لما يتعمل برنامج زمني ويتنظم الوقت صح، بمشي عليه مظبوط، بمشي عليه مظبوط، وده سبب نجاح كبير جدا. تفويض السلطه اللي هو ديليجيشن. ديليجيشن ده من اهم الحاجات اللي موجوده في الاداره. هو طبعا كل حاجه بقول عليها من اهم الحاجات، هي كلها حاجات مهمه، يعني مفيش حاجه بنقولها يعني يا لا، يعني ده كلام، هو ده واقع. فتفويض السلطه ده مهم جدا. السلطه تفوض، لكن الاصوليه لا تفوض. انا مدير مشروع خلاص، بجيب معايا بلانر، بجيب معايا سكرتير، بجيب معايا مهندسين تنفيذ، بجيب معايا مدير عقد، بجيب معايا كل انواع البتاع. وده برضه هنتكلم عليه برضه ان شاء الله لما نتكلم على ايه، على هيكل التنظيميه في المشروعات او شغل شركات المقاولات. السلطه تفوض لكن المسؤوليه لا تفوض. اي حد اللي بيشتغل معايا ده انا مفوضه انه يعمل حاجه معينه، لو نجحت بقت بتاعتنا، بتاعتي انا ومين؟ انا والفريق. طب ما نجحتش يبقى مين اللي غلطان؟ انا اللي غلطان، انا كمدير مشروع اللي غلطان. ما اقولش بقى ده فلان غلطان، لا ده فلان ما عملش، لا انت المسؤول، انت مدير مشروع مسؤول. هو النهارده لما مثلا قطر مثلا بيطلع من الخط ويموت مثلا كام واحد، اول واحد بيقدم سالته مين؟ مش الوزير. يبقى اللي في التوب ده، يعني دايما ده مبدا في الاداره، السلطه تفوض لكن المسؤوليه لا تفوض. تمام. فانا كمدير مشروع بفوض، لما بفوض بقلل الضغوط. طبعا ما بقاش انا بقى يعني مدير مشروع يقعد بقى بيعمل البرنامج الزمني وبينزل للكونستراكشن وبيجري ورا الماتيريال وبيجري ورا العقد وبيجري ورا ده، ما عندوش ناس تعمل هذا الكلام، لما بيديرش ده بيولع في نفسه وما بينجحش. طيب اعاده تصميم الوظيفه. تصميم الوظيفه يعني ايه؟ زي ما قلنا حدودها ايه؟ ومسؤولياتها ايه؟ واتصرف فيها ازاي؟ والبروسيسات بتاعتها ازاي؟ وعشان اترقى فيها ابقى ايه؟ يعني وظيفه، انا مثلا في وظيفه مثلا مدير تنفيذ خلاص؟ عايز ابقى مثلا مدير مشروع، يبقى لازم يبقى في حاجه اللي هي بيسموها ايه، اللي هو الايه الجوب، يعني التطور الوظيفي. يعني بقى انا دايما قدام عيني هدف، يعني زي ما بيقولوا مثلا في الانترفيوهات، واحد دخل انترفيو فالمدير عام شركه بيساله بيقول له عايز تبقى ايه بعد 20 سنه؟ قال له انا بكون قاعد مكانك. فايه اخده؟ يعني الناس يعني دي ما يعني ما اعرفش بقى القصه دي شكلها ايه، بس يعني ايه، لازم الموظف في مكان يبقى عنده هدف عايز يوصل له، يوصل له صح، مش بزنب بقى وكان يقول له لا، لان انا عايز اوصل ان انا ابقى مثلا رئيس قسم، ولا اوصل عايز ابقى مدير، ولا عايز ابقى مدير عام، وهكذا. فدي ايه؟ اعاده تصميم الوظيفه. طب التنسيق بقى بين الادوار. يعني لو هنتكلم برضو على اعرف حاجه بالنسبه لنا، في مثلا مكتب فني، هتكلم على ايه؟ على 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 كونستراكشن. المكتب الفني ده دوره ايه؟ احنا بنقول المكتب الفني ده مخ المشروع. مخ المشروع ده اللي بيطلع مثلا، بيطلع الشوب دراونز، بيطلع الحصر، بيطلع ده مخ المشروع. لو مش مكتب فني كويس ثق ان المشروع ده مش هيبقى كويس. ادي واحد. طيب وراء ايه تاني؟ الكيو كيو سي. ليه؟ الكيو كيو سي ده بتاع السيستم. يبقى في تنسيق ما بين المكتب الفني وما بين ايه؟ الكيو كيو سي. وراء ايه بقى؟ الكونستراكشن. يبقى كل واحد من دول له دور.
قبل مثلا الكونستراكشن في السيفتي. يعني انا بعمل تنسيق ما بين المكتب الفني اللي هيطلع لي الرسومات التنفيذيه وهيطلع لي مواصفات وهيطلع لي وهيطلع لي عشان الكونستراكشن يشتغل. وفي نفس الوقت لو انا بشتغل في حته يعني ويل اورجانيز بتعدي على الكيو اي كيو سي، بتعدي على الايه، على السيفتي، بتعدي على السيفتي قبل تنزل تستلم قبل تشتغل بتعمل حاجه، لازم تكون ماشي بالسيفتي. الكونتراكت لازم اي حاجه تبقى تبخلي الكونتراكت، ما تطلعش بره الكونتراكت. فكان بوضح ان كان ان شاء الله على الكونتراكت مانجمنت باذن الله في احد اللقاءات اللي بعد كده. فالتصديق بين الادوار هتلاقي الناس كل واحد عارف دوره وعارف اشتغل ازاي، هتبقى ايه معمول بالنسبه له ايه. يعني ماشيه سموث، ماشيه كويس. نمره 6 الاسترخاء والراحه. يعني لازم يبقى في وقت ان انا ايه، يعني ايه، حتى في مكاتب كتير جدا ومشروعات كتيره جدا واماكن جدا تقول ايه، انا يبقى في مثلا الشاز لونج مثلا في المكتب، اما عايز ارتاح او اي حاجه بقى ايه افرد نفسي فيه، يعني يبقى محتاج برضه. طيب نمره 7 ممارسه الرياضه والمشي والتمارين البدنيه. والله دي حاجه كويسه، حاجه كويسه اللي يقدر يعملها تبقى حاجه كويسه قوي. يعني دي انا مش بقول ان هي خياليه ولا حاجه، بس دي فعلا دي مهمه جدا. احنا يمكن كمهندسين بنتحرك في الموقع كفايه يعني، وبنمشي وجسمنا بيتحرك وبنشتغل وبنتقفل من ايه، انما في شغلانات يعني مثلا في المكتب الفني طول النهار قاعدين على الكمبيوتر، قاعدين في اوضه، قاعدين على كرسي، فده لازم يتحرك، يبقى له رياضه ويبقى ماشي. وفي اماكن كتير جدا وورلد وايد يعني، ما شفتهاش في مصر يعني، انما في مثلا خلال النهار بتلاقي مثلا في اوضه مثلا يعني اوضه كده فاضيه كبيره، بتلاقي اللي يدخل عايز يلعب مثلا على اي حاجه، يعني زي البادي الاجهزه بتاعت البادي بيلدينج بتاعت اللي هي الحاجات دي كلها تبقى موجوده، يدخل يعمل تمرين يعمل كده يعني. المرح والدعابه دي مهمه جدا، بس نخلي بالنا المرح والدعابه بشكل ايه؟ بوزيتيف مش تريقه يعني. في فرق بين المرح والدعابه وما بين الايه؟ النقد والتريقه يعني. يبقى في بيننا وبعض كده نكت كده يعني، يعني ايه؟ ويبقى يعني يبقى الجو العام بتاع المكان اللي انت فيه والشركه اللي انت فيها مش 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 عكنانه. وانا اذكر والله في شبابنا كان عندنا مديرين وعندنا اساتذه في الجامعه اللي علمونا الله يرحمه ويغفر سيئاتهم، يعني قمه في المرح والدعابه والكلام، ومحاضراتهم كلها مليانه بحب ومليانه بدعابه ومليانه. ومديرين بتوعنا قاعدين يعني احنا قاعدين مثلا بنص ساعه كده بناخد قهوه مع بعض ولا حاجه، بتلاقي نكتهم حلوه ونظل نشيل حبهم في قلبنا. والكلام ده انا معدي عليه اكثر من 30 35 سنه وما زالوا في قلبنا وما زالوا في فكرنا وما زلنا فاكرينهم، نعتز بيهم، نعتز باولادهم، نعتز بحاجتهم، الناس اللي هي بتعاملنا بهذا الشكل وتعلمنا منهم ازاي ان احنا نحاول نكون مرحين ودعابه والى اخره. دكاتره كتير في نص المحاضره كده تلاقيه راح ايه واقف كده وراح ايه عاطي. دي بقى اللي هي الايه السكيلز بقى، البرزنتيشن سكيلز بقى والبادي لانجوج والكوميونيكيشن سكيلز برضه، دي حاجه مهمه جدا بقى. تنميه مهارات التكيف مع العمل، ان انا يعني ايه ادرب نفسي ان انا هتكيف مع العمل. والله انا النهارده مثلا مش مدير مشروع، خلاص طيب انا مدير مشروع ماليش شغل في السايت كتير، يعني انا في كونستراكشن مانجر موجود واقف ذكر معلم هو ده اللي في ايده بقى طالع نفلنا برودكت، لكن في ايام انا لازم اكون واقف معاه من الاول اليوم لاخر، لازم احط في دماغي ان انا اتكيف مع العمل. يعني لو احتاج الامر ان انا قاعد وبشتغل في حاجه بعتقد لها واحد وممتاز، اكون واقف معاه واتكلم معاه ونقترح ونتناقش ونتكلم مع بعض. مثلا المكتب الفني وانا مدير مشروع انا برضه ابقى قاعد واتكلم معاه واعرف ان انا يعني ايه اتكيف مع العمل بتاع الكواليتي. وعشان كده اداره المشروعات زي ما بنقول ايه واسعه جدا افقيا. الكونتراكت مانجر
واخدين بال حضراتكم ان ده الايه المواصفات بتاعت مدير المشروع. لان اي حد يغيب في دول انت كمدير مشروع لازم تغطي مكانه. فانت لازم تنمي المهارات بتاعتك انت تتكيف مع العمل. مش واحد اقول لا ده مش بتاع هطلع جواب من غير ما تراجع. انت المفروض الكونتاكت مانجر ده بيراجع اي جواب داخل واي جواب خارج. يبقى انا كبروجكت مانجر بقوم بهذا الدور. الكونستراكشن مانجر برضه مش ما 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 مش موجود. لو هو عامل ديليجيشن ومعاه طقم ناس خلاص هيتمشي الموضوع. بس انا لازم تكون عيني فتحت عليه ومدرب نفسي ان انا انزل وابص معاه واشتغل معاه وهكذا. التغذيه الصحيه دي حاجه مهمه جدا الحقيقه يعني هي حصلت معانا في مصر هنا في بعض الاماكن وفي الخليج برضه حصلت كتير. ان اللي بيشتغل في الموقع ده مش عايز اقول ملوش دعوه ما يفكرش لا في اكله ولا في شرب. مشاريع كتيره جدا تفتح الثلاجات مثلا في اللي انت عايز تشرب اي حاجه موجوده اي درينك اي حاجه. طبعا كل حاجه بادب ويعني في ايثكس كل حاجه مش هفتحها كده وخلاص. العامل اللي في الموقع اللي بيشتغل في الموقع عنده لازم كولد ووتر موجود مثلا في الخليج مثلا حاجات الساعه. ممكن في خلال النهار مثلا يتبعت له مثلا سناكس تعب اي حاجه يبقى يحس ان يعني ايه برضه بيتغذى وبيفوق. شاي ياخد كوبايه شاي من الاخر. التغذيه الصحيه مهمه جدا 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 وبتريح الانسان من جميع النواحي. بتحسسه ان التوب ماش بتاعه مفكر فيه وحطه في بتاع. يمكن في الاول لو حبينا نطبق الكلام ده يعني هنا في مصر هنلاقي في الاول ناس كلها بتجري على الحاجه زي لان طبعا ده التشينج مانجر بقى. انما انا كصاحب شركه كل ما قدرت اوفر مثلا للناس بتوعي ان هم ما يشغلوش بالهم لا باكل ولا بشرب ولا بلبس ولا باي حاجه خالص هتلاقي الفواتير بتاعته عاليه جدا. يعني احد المشروعات اللي انا ادرستها في مصر هنا كان عندي اكثر من 170 واحد. يعني وشركه ما زالت موجوده شركه من شركات العاصمه. وبرضه مش هتكلم على حد لا انا بجامل حد. شركه عاصمه من احسن الشركات الموجوده في مصر. استراحه موجوده معايا طباخ وبيعمل كل حاجه ومش شايل هم اي حاجه خالص خالص كمدير مشروع. طبعا كانت الانتاجيه رائعه. خرجنا باخوات واخوه على علاقه بيهم لغايه دلوقتي مع ان الكلام ده كان مثلا من 16 17 سنه وهكذا. فدي عمليه مهمه جدا. معلش الكلام اللي انا بقوله ده هيبدو غريب جدا لناس كتير جدا خصوصا الشباب اللي ايه ما عاشوش برضه بعض الحاجات الكويسه اللي احنا عدينا عليها يعني. تنظيم اعباء العمل ووضع نظام الاولويات. بيبقى في اولويات يعني مثلا حاجات يعني برضه يعني شغل انا برضه عايزه كلام كتير يعني انت في مثلا في شركه خلاص عندك مشروع شغال وعندك مشروع بيبدا وعندك مشروع مقدم عليه خلاص اولوياتك هتبقى فين؟ هل في اللي شغال؟ في نصه؟ ولا اللي شغال في الاخر؟ ولا لسه مقدم عليه؟ فلازم اعباء العمل تتوزع يبقى عندك برايورتيز. في موضوع هنتكلم عليه ان شاء الله. يعني شركه المقاولات كانت خلاص هتقع. فايه؟ لجأوا لعبد الفقير فيها ودرسناها وعملناها كان مسبب ديون بنك والى اخره. ازاي ان انت تظبط هذا الكلام وتعيد تنظيم اعمال العمل وازاي تحط اولويات المشروع ده ايه ده من في ايه وده في ايه وده في ايه. هو صغير الحقيقه بس ده واقع وطبيعي. باذن الله برضه يكون ايه باذن الله تعالى موضوع من الموضوعات اللي هنتكلم فيها ان شاء الله مستقبلا. مواجهه الضغوط. تعريف الضغوط ده احنا عارفها استجابه غير محدده تجاه ما قد تفرضه الظروف على الانسان من المتطلبات.
يعني ده تعريف تاني للضغوط. يعني انت ممكن مثلا ايه جالك ضغط مره واحده تروح قايم مزعق بقى، يعني دي يعني ايه دي برضو غير محدده، يمكن تتفرج عليك قد تكون حاجه مفرحه، دخل بحاجه تلاقي نفسك بت 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 يعني بت يعني مندهش بجمال بضحكه يعني في لعبه غير محدده نتيجه ما تتطلب ظروف الانسان من متطلبات قوه خارجيه بتحدث عملها في النظام. القوى الخارجيه ترتب عليها تغييرات داخليه تتمثل في صوره اجهاد، الاجهاد حاله داخليه ناتجه عن الضغوط. يعني قوه خارجيه بتسبب لك ايه؟ حاله داخليه من الاجهاد. بعض ظروف العمل التي تتفاعل مع خصائص العمل الشخصي وبيئه العمل الماديه تسبب تغيرا في الحاله البدنيه، وده اللي احنا بنقوله واتكلمنا عليه، او النفسيه. يعني في ناس جالها تاثير جامد، جالها سكر، واللي جالها ضغط، واللي جالها قلب، والكبرون الاخر، او النفسيه للفرد. بتلاقي ناس، وانا شفت ناس بعيني وناس كبار ورتب كبيره ماسكين مشروعات ما تعرفش تتكلم معاهم، يعني قلت الدكتور ده جت عليهم وقريب، يعني الكلام ده ما عداش عليه سنه ولا حاجه، بيوصل لحاله نفسيه ان هو بيبقى مكتئب وبيبقى مش مستحمل حاجه وماشي كده يعني تعبان. يعني تتفاعل لتصرف بدني او عقلي غير معتاد، حاله تنتج عن التفاعل بين الفرد والاسره والبيئه المحيطه. يعني حاله الضغوط دي بتبقى بين الفرد والاسره والبيئه المحيطه به، بحيث تضع الفرد امام متطلبات او عوائد او فرص. ممكن الضغوط دي تحطك قدام فرص. فيعني ايه؟ طيب تعريف الضغوط ده تعريف ثاني للضغوط، عباره عن مجموعه العوامل السلبيه. هنا بقى موضوع سلبي بقى، غموض الدور اتكلمنا عليه، صراع الدور اتكلمنا عليه، احوال العمل السيئه، الاعباء الزائده التي لها علاقه باداء عمل جيد. خلاص؟ بوجه عام المفهوم الذي يقع قبول العمل يجب ان يتركز على الركائز التاليه. هتركز على ايه بقى؟ الضغوط اللي بيشعر بها الفرد قد تكون ناتجه عن مواقف سلبيه، معوقات، او تكون ناتجه عن مواقف ايجابيه، فرص. او ان العوامل الذاتيه للفرد في ادراكه لمصادر الضغوط باعتبارها معوقات، متطلبات، وفرص. ماشي؟ تفاعل العوامل الذاتيه مع الخصائص البيئيه يحدد احساس الفرد بمقدار الضغوط الواقعه عليه. يعني في واحد بقى عليه ضغوط كتير جدا 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 بعد فتره عشان زي ما قلنا، يا اما خلاص بقى لا مبالي، او بقى عصبي، او بقى خلاص يعني ده قدام عينينا، شايفين الكلام قدام عينينا قدام عينينا. ومن ثم نوعيه الاستجابه التي يمكن ان تحدث من جانب. طيب اسباب دراسه الضغوط، في سببين على الاقل. انا بدرس الضغوط ليه؟ اول حاجه عدم اداره الضغوط التنظيميه تؤدي الى حدوث اجهاد واثار سلبيه للفرد، مما يؤدي الى انخفاض الانتاجيه وعدم الرضا عن العمل. دي نقطه هامه جدا. يعني اول حاجه ان هو ان احنا ايه؟ ان بيحصل الضغوط على الانسان اللي بيشتغل، فبتعمل معاه ايه؟ اثار سلبيه، وبتخلي انتاجه يقل، وما هوش راضي عن الشغل، وبيروح الشغل يلا عشان يقضي وقت وخلاص. في حاله اداره جيده للضغوط بيحصل ايه؟ يتحسن الاداء، وتتحسن الانتاجيه، ويتحقق الرضا عن العمل. هما الاثنين واحد، خلي بالنا، بس ده ادار الضغوط بتاعته صح، وده ادار الضغوط بتاعته غلط. يعني اما بدير الضغوط، لما انا مثلا انا رئيس مجلس اداره، وعندي مثلا اخر السنه عندي مثلا الميزانيات والقصد من اول اخرها، لما اروح كده للناس اللي قاعدين بيعملوا في الميزانيه الاسبوع ولا 10 ايام الاخرانيين دول، واقعد معاهم ونجيب حاجات ساقعه، ونجيب اكل، ويجيب حاجات، هتلاقي موضوع ثاني خالص. لا يعيبه يا اخوانا حضرات، انا بكلمكم عن كلام حقيقي، يعني ده مش كلام، ده مش من كتب، ده حقيقه حقيقه. لا يضير حد ولا يزعل حد في اي مستوى. محافظين قعدنا معاهم، يدخل لك المشروع وتحبه، برضه مش هذكر اسماء، انما في ناس كتير جدا حسن ادارتها للضغوط، وحسن هي بتعمل ايه؟ بتحسن الاداء، وتحسن الانتاجيه، وتعرض على العمل. لو اتعملت بقى، لو اسات ادارتها او ما درتهاش وطنشت وخدتها كده زي ما تحصل، هتلاقي الدنيا معاك باظت، هتلاقي الشغل معاك باظ، في الاخر بيبقى سبب لان الايه؟ المنظمه او المؤسسه او الشغل اللي في ايدك وعملك. النتائج السلبيه والايجابيه للضغوط،
انتاج السلبيه بقى استياء من جو العمل. هنقرا بسرعه لان انا شايف الموضوع احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اعرفش ما عادش بتبان عندي ليه. طيب معلش. الاستياء من جو العمل، الاخوان مساوئ اداء الفرد، التفكير في ترك الوظيفه، كل ده يعني قلناه في السياق اللي فات بس دي بقى الملخصات. يعني النتائج السلوكيه الضاره بقى ايه؟ الارق، التدخين بشراهه، ضعف الشهيه، العقاقير، المهدئات، دي اللي هي نتائج السلوكيه الضاره. النتائج النفسيه الضاره، التصرف بعصبيه شديده، عدم القدره على التركيز، النسيان المتكرر. النتائج الصحيه السيئه، الصداع، قرحات المعده، ده بقت يعني عادي جدا. ثلاث ارباع المهندسين في مصر عندهم قرحات معده. والسكر، ضغط الدم، ده طبعا يعني بعد ما يعدي 25. النتائج السلبيه للضغوط تعتبر نتيجه غير صحيحه. غير النتائج السلبيه تعتبر نتيجه غير صحيحه يعني. وهذا نتيجه في خطا بس في الكتابه. استجابه الظروف تشمل فيه النتائج التنظيميه الفرديه مثل الامراض القلبيه، ارتفاع معدلات الغياب. طيب النتائج الايجابيه للضغوط بقى ايه؟ تعتبر نتيجه صحيه. ليه بقى؟ ما انا لو درت الموضوع بشكل صحي، ما فيش حاجه اسمها مؤسسه او مشروع او عيش او حياه ما فيهاش ضغوط. كلنا بيحصل معانا ضغوط، انما ادارتها صح بتعلي البرفورمانس بتاعتك. واحنا تجاربنا وحياتنا من ضغوط بنقع عليها. يعني في لحظه من اللحظات الضغوط اللي بتحصل معايا مثلا وانا شاب، انا شايف النهارده بسيطه جدا. ليه؟ عديت عليها ونجحت فيها والى اخره. اي حد بيحصل مثلا معاه ضغوط في سن معينه او بشكل معين وربنا قدره ويسر له وكان دارس وعارف وادارها صح، بعد كده ايه؟ هيفتقرها بحب وهيفتقرها. ياما ما فيش حد عاش من غير ضغوط. فده النتيجه الصحيه ايجابيه وبناءه، الاستجابه للضغوط تضمن الرفاهيه الفرديه والتنظيميه الناتجه عن المرونه وايه؟ والنمو والتكيف مستويات الاداء العالي. يعني الضغوط مثلا كنت مطالب ان انا يعني فتره من الفترات مبنى كبير مش عايز اقول نوعه ايه، واستلمناه والمقاول سابه ومشي، كان مقاول اجنبي وكده وعايزين نشتغل عليه. في شهرين بفضل الله سبحانه وتعالى كان ضغوط لا نهائيه ليل ونهار، الصبح في القاهره وبالليل في اسكندريه، وبفضل الله سبحانه وتعالى عديناها وجاء وخلصنا الموضوع وتم والمشروع خلاص جميل جدا وزي الفل. وده بيدي لك خبره وبيدي لك ثقه وبيدي لك احساس ان يعني ايه، اي حاجه هتتعمل وهتترتب وهتندار صح هتتعمل صح. انما ما قدرناش صح بقى وخدنا المواضيع كده، يبقى النتائج طبعا هتبقى ايه؟ سلبيه. طيب النتائج السلبيه والايجابيه للضغوط بقى، متغيرات الضغوط المتصنعه اصلا تبقى في اربع مجموعات. الضغوط اللي بترجع الى طبيعه الدور، الضغوط بترجع لطبيعه العمل، الضغوط بترجع لبيئه العمل الماديه، الضغوط بترجع الى العلاقات الشخصيه في العمل. دي اربع متغيرات. المجموعات الاربعه من الضغوط التنظيميه ذات التأثير على كل من الصحة ورضا وإنتاجية الفرد العام. دي مهمة جدا. يعني الصحة بتلاقي الناس ماشية مكتئبة وحالتها حالة، وإنما لما يبقى بتنضر أمور صحة، ما ممكن يشتغل 24 ساعة في اليوم بس في جو صحي مع ناس بتقدر مع نتائج كويسة وهكذا. الضغوط تمثل متغيرات مستقلة، ومتغيرات الرضا تمثل التغير التابع. طيب النتائج السلبيه والايجابيه للضغوط، متغيرات الضغوط بقى، الضغوط اللي بترجع الى طبيعه الدور. الدور يعني ايه دور؟ يعني ايه الدور اللي هو ايه؟ مجموعه التوقعات المتطلبات الدور، السلوكيات والتصرفات التي يتوقعها الاخرون من الفرد. يعني انا مثلا مدير مشروع متوقع مني اني هعمل كذا وكذا 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 وكذا، فده هيبقى دوري، يعني الناس متوقعاه، والتي قد تتعارض مع متطلبات دور شخص اخر. يعني الناس متوقعه مني حاجه بتتعارض مع دور شخص تاني مثلا. مجموع التوقعات والانماط السلوكيه التي يتوقعها الاخرون من الانسان بحكم مركزه والدور اللي في المجتمع تحت مستوى معين من الضغوط. يعني مثلا شارع مثلا اتملى زباله، او اتكلم عن مين؟ المحافظ، اقول للمحافظ المحافظ ما بيلفش، مش عارف ايه حاسه طرمان، لا ده اصل وزير النقل مش عارف ايه. يعني
يعني الناس متوقعه، مجموع التوقعات والامص السلوكيه للتوقع الاخرون دي بتعمل ايه؟ توقع الاخرون من الانسان بحكم مركزه. انا حاطط مجني الوزير ده يعني بابا وماما وانور وجدي وهو المسؤول عن كل حاجه، فاي حد هقول ايه ده يعني، لو التعليم مش عارف ايه يبقى الوزير بوظه، لو مش عارف الاسكان ايه يبقى، وهكذا يعني. فدول اسعاف في المجتمع تحت مستوى معين من الضغوط. طيب النتائج السلبيه والايجابيه للضغوط، في متغيرات الضغوط بقى هنا بقى اللي ده احنا بنتكلم بنفس الموضوع. ترجع لطبيعه الدور، تعريف الدور اللي هو الضغوط اللي سببها الدور. غموض الدور، يعني ممكن انا بشتغل في حته وانا مدير مشروع، وده واقع بنعيشه بنعيشه كل يوم. ما عندكش معلومات كافيه، ما عندكش حاجه واضحه، وده انت مدير المشروع. طب يا حبيبي فين يعني، فين المشروع، فين المستندات، فين العقود، فين يبقى دورك غامض مش عارف انت بتعمل ايه، وده واقع وبنعيشه وبنعيشه في كل فترات عمرنا وفي كل بلد وفي كل مكان. صراع الدور، توقعات متعارضه مع بعضها البعض، يعني ناس متوقع منك حاجه متعارضه مع الحاجه الثانيه، كل واحد متوقع حاجه منك وكلهم ضد بعض. طب عبء الدور كميه العمل المتوقع او الواجب على الفرد، يعني فبينه يعني بينه يعني. طيب ترى طبيعه الدور برضه، الدور برضه ضغوط بيسببها الدور. قياس ضغوط الدور من عناصر ثلاثيه، انا بقيس الضغوط ازاي؟ هو اي حاجه لها طريقه. مدى وجود تعارض وتناقض بين متطلبات الدور لشخص واحد، يعني انا مكلف بحاجه معينه، لما اقعد اكتبها الاقي في تعارض وتناقض بين المتطلبات. يعني ازاي مثلا ابقى قاضي ومحامي في نفس الوقت مثلا، انا ببالغ يعني، في نفس القضيه ابقى قاضي ومحامي، ابقى مثلا يعني في تعارض وتناقض بين متطلبات الدور لشخص واحد. مدى وجود تعارض وتناقض بين متطلبات شخص ومتطلبات الاخرين، يعني في شخص متطلباته متعارضه مع الناس اللي حواليه كلهم، التيم اللي او الناس اللي بيتعامل معاهم. مدى وجود تعارض وتناقض بين متطلبات وقيم ومعتقدات الشخص، في قيم في معتقدات في حاجات كتير بتتعارض مع متطلبات واحد معين. يعني واحد مثلا يقول لك التدخين حرام مثلا، هو حرام بس يعني ايه، فيبقى إيه قاعد يعني ايه، هو مش عايز حد يدخن او مش يعني، انا ببالغ برضه في الكلام يعني. فقيم ومعتقدات الشخص يبقى فيه تعارض بين المتطلبات وبين القيم والمعتقدات، او تعارض بين ادوار الشخص وواجبات الدور. يعني الادوار اللي عندي في تعارض تناقض بينها وبين واجبات الدور. مدى توافر فهم الواجبات المطلوبه، يعني لازم اللي عليه دور ده لازم يبقى فاهم الواجبات المطلوبه عليه. في ناس كتير جدا واصحاب اعمال بيكلفك كلام فيك عام جدا، انت عايز تكون مدير مشروع فلاني، طب فين مستنداته؟ فين اوراقه؟ فين عقوده؟ فين التيم اللي هشتغل؟ فين 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 فين؟ ما اديهولكش، لا انت اتصرف بقى، انت راجل كبير وانت خبره وتصرف. فطبعا ده لو كنت انت حتى مين مش هتقدر، وممكن الموضوع يقع منك ويبقى انت خسران وهو خسران. مدى وضوح الواجبات المطلوبه، برضه بنقيس مدى وضوح الواجبات المطلوبه. مدى توفر المعلومات الكافيه عن متطلبات وواجبات الدور. مدى وجود صعوبه في اداء او تكمله الواجبات المطلوبه. مدى توفر الموارد الكافيه لاداء الواجبات. ما انت دلوقتي قدرت ان توضح في امر بما استطاع. انت عايزني مثلا اخلص لك مثلا اي حاجه يعني، وما عنديش امكانيات، عايز مثلا حاجات من القاهره، ولا اعطي لك عربيه ولا اعطي لك مصاريف سياره ولا 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 ولا، هعمل لك ايه؟ هجيب لك منين؟ مدى توفر قدرات وامكانيات الفرد على متطلبات الواجبات المطلوبه. يعني قدرات وامكانيات الفرد على متطلبات الواجبات المطلوبه، لازم الفرد نفسه يبقى عنده الامكانيات والايه؟ والقدرات ان هو ايه؟ يحقق الكلام ده كله. النتائج السلبيه والايجابيه للضغوط، متغيرات الضغوط، سلبيات الضغوط اللي بتخرج على طبيعه العمل. طبيعه العمل هنا بقى في عوامل ثانيه. من الفرد من عوامل الهامة المؤثرة على سلوك الفرد، ولكن في النوع الأساسي. مدى أهمية العمل ذاته. مدى أهمية العمل. مدى تنوع واجبات العمل. التاسك فرايتي بتاعته. مدى الحرية والاستقلال في العمل. ذاتية الواجبات. يعني كل دي عوامل هتأثر معايا. العمل نفسه طبيعته لازم يبقى إيه؟ لازم العمل مهم، ولازم يبقى متنوع وواجباته واضحة،
لازم يبقى عندي حريه واستقلاليه في العمل، لازم في ذاتيه الواجبات، مدى ما يتطلب العمل من انهاء عمل متكامل محدد او جزء منه، اثراء العمل. هنا في الحته دي احنا بنقول ايه، متكامل محدد او جزء منه. بمعنى ايه؟ انا ممكن بشتغل في ايه؟ في منتج نهائي، بنتج مثلا اي حاجه، ان شاء الله ان شاء الله بنتج زراعه، في حاجه تانيه بيبقى ايه، بينتج ايه؟ جزء منه، جزء منه. بعمل مثلا قطع غيار لسيارات بتروح لمصانع السيارات ان هي تعملها. طيب الضغوط بتغير طبيعه العمل، العوامل بتغير طبيعه العمل، يمارس فرد من العوامل كذا، التغذيه العكسيه، الفيدباك، الفيدباك اللي بيجيني من الشغل لازم بالفيدباك تجيني بوزيتيف، ما دام انا بشتغل كويس يبقى الفيدباك تجيني بوزيتيف، لو عرفت نتائج عمله وفعاليه ادائه. درجه روتينيه العمل، روتينس او الاستقراريه، يعني دي استقراريه اللي هي يعني انا شغل بعمله ايه؟ يعني ده عاده بيبقى في مثلا مؤسسات حكوميه، في وزارات، الناس اللي هي ايه؟ يعني شغاله بشكل معين بروتين معين، انما في المشروعات طبعا مفيش مشروع في الدنيا بيبقى روتينس. ضغط الوقت، تايم بريشر، بيبقى عاده في مشروعات معينه، يعني ان حاجه عايز 30 تخلص في 6 اشهر وبتخلص، بتبقى بسيب على حساب كتير، حاجات كتير قوي. مدى كفايه الوقت لانجاز العمل واتخاذ قرار. ضغوط ترجع لطبيعه العمل، طبيعه بيئه العمل الماديه، يجب ان تتفق ظروف وخصائص بيئه العمل الماديه مع ظروف وخصائص وانتاجات شخصيه الفرد، وتنبع الضغوط من هذا المصدر من النواحي التاليه. ممكن اشتغل في درجه حراره مرتفعه، بروده قارصه، مضطر تشتغل ببروده قارصه، اضاءه ضعيفه، حته فيها ضوضاء، حته كثافه وازدحام، فيش تهويه، التحكم في مكان العمل، عشان بتضطرك تزور انك تشتغل في حته يعني زي ما بقول لهم صندوق زباله يعني مثلا، يعني القصد يعني انا ببالغ يعني، انما الظروف اللي هي الضغوط بيئه العمل لما تبقى مثلا درجه حراره مرتفعه وانت مفيش طريقه انك ترطب دين الشوارع، او برد قارص مش عارف تضغط مش عارف تلبس، او اضاءه ضعيفه وانت مش شايف، كل الكلام دي كلها لازم يبقى ايه؟ لازم تتفق ظروف خاصه بيئه العمل الماديه مع ظروف خاصه اتجاه شخصيه الفرد يعني. طيب دي مصدر برضه من النواحي التاليه، مدى توافر علاقات قويه مع الرؤساء والمشرفين والزملاء والمرؤوسين، اللي هي كوميونيكيشن. كوميونيكيشن دي من اقوى الحاجات واحسن الحاجات اللي هي يعني ايه؟ اللي هي بتمشي الشغل، اللي هي يعني لو اقول المدير بيستهلك 70% من وقته في الكوميونيكيشن. مدى التوافق والتماسك بين اعضاء الجماعه، هنا بنقول جماعه على فكره، ما بنقولش تيم، التيم ده في المشروع يعني، انما بين اعضاء الشركه نفسها الناس بتحب بعض، الناس متوافقه ومتماسكه عشان تطلع فاينل برودكت او تطلع سيرفيس او تطلع حاجه كويسه، ودي بتعتمد على المدير دايما، المدير اللي هو الكويس اللي بيكون مجموعه كويس، اللي هو بيتعامل كويس بمجهود الله، بيتعامل بشكل علمي وبشكل عملي، لازم بينجح في هذا الكلام. مدى وجود صراع بين افراد المجموعه، ودي مهمه جدا وخطيره جدا، واحنا اتكلمنا على ايه؟ على الصراعات في اول اللقاء بتاعنا. مدى وجود تعارض بين مراكز الافراد، الوضع الاجتماعي. في واحد بتلاقيه جاي مثلا من مستوى عالي قوي، الشاب مثلا صغير كده جاي مثلا بيجي بعربيته المرسيدس مثلا، واللي جنبه واحد يعني اكبر منه او رئيسه يعني جاي ماشي حتى مش جاي بعجله. فبتبقى الحاجات دي برضو ايه، بتفرق برضو في ايه، في الضغوط في طبيعه العمل. مدى توافر قياده ديمقراطيه. القياده الديمقراطيه انا مش هسميها، خلينا نقول ديمقراطيه برضو على حسب ما بيتقال في العموم، انما تبقى يبقى ما فيش يعني ايه راي يحجر عليه، ما فيش تصرف عادي او يعني الناس كلها بتبقى ايه في اطار سليم مع بعض يعني. مدى رضا الجماعه، ان الجماعه يعني تبقى راضيه عن ايه؟ عن كل حاجه يعني. طيب المداخل الفرديه بقى لاداره الضغوط، ضع الاولويات، نظم وقتك، استراتيجيه مواجهه الضغوط، ضع عادات معيشيه مناسبه، تعلم الاسترخاء واساليب التامل، التمرينات. المداخل التنظيم بقى اداره الضغوط، هنجري شويه معانا شويه، لان يعني ايه؟ احنا ما فاضلش كتير قوي، بس ان شاء الله ايه هانت يعني. تطوير الفرد، خلق البيئه التي يصل الاداء الافضل فيها،
حتى يمكن تحقيق ذلك يقوم بتنظيم مجموعه من الاجراءات تستهدف ايه؟ تصميم الهيكل التنظيمي. ده مهم جدا، محتاج خبره، واللي يعمله هي مش قصه قصه خلاص. الهيكل التنظيمي لما بيتعمل باذن الله ان شاء الله يكون في لقاء برضه هنتكلم فيه على تصميم الهيكل التنظيميه، لان بيبقى ببروسس انت عايز تنتج ايه؟ وايه الفانكشنز اللي انت عايزها وتتحط ازاي؟ التدريب والتنميه ده مهمه جدا، ان مفيش حد زي ما بنقول اذا كان يعني ده التدريب ده من اهم الحاجات اللي هي وبقول في العالم كله من زمان، لكن للاسف برضه احنا مش مهتمين بيه قوي. اعاده التصميم الوظيفي، وظيفه معينه شايف ان هي يعني مش يعني محتاجه تتغير الديزاين بتاعها، سواء حدودها سواء مسؤولياتها، لازم تتعمل خدمات تخفيض الضغوط اللي هي ايه، انا اخفض الضغوط بتاعتها. طيب المراحل الاساسيه للوقايه من الضغوط، المرحله الاولى تحديد مصادر الضغوط وتصنيفها، الظهور العامل البيئه الماديه العلاقات الشخصيه كنا بنقوله، هذه المرحله تتجه ناحيه المصادر اول ايه او الوقايه من الضغوط، المصدر بتاعه امنع المصدر ده من عمل عليه ضغط. المرحله الثانيه تستهدف وقف الاجهاد الفردي والتنظيم ناتج عن مصادر الضغوط، اللي هو ان انا ايه بخلي الفرد نفسه، اللي هي ثلاث مراحل بتاعه، اوقف الاجهاد الفردي، ما يعني ابقى عامل حساب ان كل واحد ما ياخدش فوق طاقته لمده طويله، يعني بالتالي المرحله تتجه ناحيه الاستجابه للضغوط، بستجيب للضغوط، واستجابه للضغوط ده بيعلي المستوى، بيعلي الانتاج بقى من اخره، بس لو انا بديرها صح وببقى ايه بخرج بشكل بوزيتيف. المرحله الثالثه تستهدف هذه المرحله الاثار السلبيه للضغوط، بالتالي المرحله دي بتتجه ناحيه ايه؟ اعراض ومظاهر الضغوط اللي بتحصل بقى، الاكتئاب بقى والسكر والكلام ده كله من اول لاخره، دي المرحله الثالثه في الايه؟ للوقايه من الضغوط. طيب دي اعتقد دي اخر حاجه معانا، الاستراتيجيات السبعه لاداره الضغوط. دي واحده. خلاص. كده ايه؟ ميرلي خلصنا. فده الملخص بقى الايه؟ المختصر. ولو ان انا شايف ان هو الموضوع يعني طويل شويه، وبتمنى ان يكون يعني ايه ان احنا يعني قدرنا يعني نوصل الموضوع لموضوع لذيذ ومش صعب، لكن في داخل فيه خبرات وداخل فيه قراءات وداخل فيه دراسات، فاتمنى ان يكون وصل يعني بشكل صحيح. استراتيجيه المحافظه على الجوانب الصحيه، اول حاجه توجيه الانتباه والاهتمام للغذاء والتغذيه، لازم يعني الناس تبقى عارفه ما يعني الغذاء ده زي البترول مثلا بالنسبه للعربية، اذا كنتش هتغذى كويس يبقى ايه، دي اول حاجه في المحافظه على الجوانب الصحيه، الحصول على القدر المناسب والكافي من النوم، ابقى نايم كويس مش كل يوم سهران، سواء بقى سهران ببوزيتيف او بنيجاتيف، التمرينات الذهنيه والجسمانيه، المشاركه في انشطه الاستمتاع بوقت الفراغ، في وقت فراغ بيبقى بقى مع البيت مع الولاد، بتروح نادي مع كذا، يعني بقى في نوع من ايه وقت فراغ بقى، انت بيضطر في ناس بتقضي مثلا في الفنون في الموسيقى في القرايه في الاطلاع، يبقى في ايه وقت الفراغ اللي هو يعني استثماره بيبقى نتائجه احلى بكتير جدا من اي حاجه ثانيه. دي الاستراتيجيات السبعه. دي الاستراتيجيه الثانيه، العون والدعم الداخلي، استخدام اساليب التدريب على الاسترخاء، ودي موجوده زي ما قلنا يعني وورلد وايد، يعني في اي حته او في هنا قابلنا كلام ده برضه، خلي بالك ان احنا مثلا في غرفه مثلا، يعني انا كمدير مشروع مثلا ممكن فترات بقعد في مشروع اوقات كثيره جدا، يعني انا في مشروعات بقول ابات فيها، حصلت يعني معانا في خلال حياتنا، يعني حاجات عايز تسلم، حاجات في اخرها، حاجات فيها ميجر ايشوز عايزين ننتج معين، افترض مثلا يبقى عندي مثلا شاز لونج في المكتب بتاع، يبقى فيه استرخاء موجود، وممكن برضو في ساعه الظهريه برضو بتلاقي، لو انت مثلا في شركات تلاقي ايه الناس قاعده كده مثلا ساعه الغداء مثلا عاملين كده، واحد بص للسقف، واحد مغمض عينيه بيفكر في حاجه، واحد وهكذا، تدريب على الاسترخاء. الاساليب التغذيه العكسيه اللي هي الايه اللي هي هي التغذيه هي مش حاميه، اللي هي يعني ايه؟ يعني ان انا ادرب نفسي ان انا اللي هي الرياكشن او الردود بتاعتي اللي هي الفيدباك اللي بيجيني، ادرب نفسي ان انا يعني ايه؟ يعني استخدمها صح. استخدام اساليب التدريب الذاتي،
اساليب التامل يعني، انا يعني ايه برضه ادي لنفسي فرصه ان انا افكر، لان التفكير ده اللي هو خارج الصندوق بيخليك تبقى ايه، تصلح وممكن تخترع استراتيجيات تنظيم النواحي والجوانب الشخصيه، بناء ووضع خطه للتعامل مع الضغوط، تفويض المسؤوليه زي ما قلنا المسؤوليه تفوض، لكن الايه تفويض الاعمال المسؤوليه ما بتفوضش، دي في غلطه، دي غلطه يعني، هي تفويض الاعمال مش المسؤوليه، انا مسؤول عن الحاجه لكن بفوض ناس تعمل الكلام ده كله، لو تفويض المسؤوليه دي قد تكون في حاجات معينه، يعني مثلا مسؤول قدامي، يعني انا مدير مشروع، انا مفوض مثلا لواحد على المكتب الفني هو مسؤول عن المكتب الفني، واحد مثلا بتاع كواليتي هو هيبقى مسؤول عن مسؤول قدامي كمدير مشروع، انما انا المسؤوليه اللي عليا كمدير مشروع كل ده تحت رقبتي، ان تفوض المسؤوليه هنا انا بفوض ناس تعمل الفانكشنز اللي تحتي، مكتب فني، اي كيو سي، اتش اس اي، شؤون ماليه، شؤون اداريه، فدي مسؤوليات انا بفوض، هو مسؤول قدامي لكن انا مسؤول عن النتائج دي كلها من اواخرها قدام ايه؟ اي حد يسمع الشغل بتاعي، اختبار وتحسين او تعديل بيئه العمل، المشاركه في حل المشاكل ووضع القرارات، وضع الاهداف، اداره الوقت، اداره الصراع، اعاده هيكله الوظائف. الاربعه العوامل والدعم الخارجي، استخدام مقاييس التقييم الذاتي. في سيلف اسسمنت وده موجود في حاجات كثيره جدا، يعني انت لو عايز تقدم على مثلا مدير مشروع دولي بتعمل سيلف اسسمنت لنفسك وبتقدمه طبقا للايه؟ كي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هي الموجوده المحدده، اتكلمنا عليها في اول لقاء او في ثاني اول ثاني لقاء يعني. استخدام التحليل النفسي يعني بنحلل نفسي، انا يعني ممكن احلل نفسي انا زعلت ايه، عملت ايه، او بحلل نفسي للناس اللي قدامي، لان في عندنا برضه جزء من السيكولوجي بيكون دارسين يعني. استخدام المشوره والنصح لمعالجه الضغوط، لما يبقى عنده ضغوط ولا حاجه بنقعد بنتكلم، وده عنده ايه وده عنده ايه، نقدر نشوف ان احنا مع بعض نقدر نعمل ايه، المشاركه في برامج ايه التنميه. طيب استعداد مواجهه هذه الضغوط، استخدام اساليب تغيير السلوك، ان انا ممكن اغير سلوكي، يعني انا مثلا بتعصب بتشد بعمل، يبقى انا بظبط نفسي ان انا ما اتنرفز، مع بغير اساليب سلوكي، استخدام اساليب العلاج عن طريق التحليل النفسي الديناميكي والبرمجه اللغويه العصبيه. البرمجه اللغويه العصبيه كان اشهر واحد فينا في مصر الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي، وانا الحقيقه اتعرفت على الموضوع بتاع البرامج اللغويه العصبيه دي في سنه 98 99، كان بدا الدكتور ابراهيم الفقي يشتغل في الكويت، وكان لينا واحد قريبنا يعني وكده كان هناك وكان عامل له تريننج، انا اخدت الحقيقه حاجات بتاعته زمان قبل ما ينزل هو كتب ماجد الدين ربيعه الله يرحمه، كان يعني انسان كويس قوي، انا كنت اخوه صديقي يعني اخوه الكبير اللي هو اللي كان يعني هنا، وهو ناس كويسين الله يرحمه الدكتور ابراهيم الفقي، راجل محترم، وهو ايه موضوع البرامج اللغويه العصبيه ده مهم جدا، يعني ده بتفهم منه حاجات كتير جدا وتقدر تحل حاجات كتير جدا، وتقدر ان انت تحل مشاكل نفسيه كتير جدا. الاستراتيجيات الموقفيه وجماعه الدعم، المشاركه في اساليب رفع الحاجز العاطفي المنظم، يعني بيبقى في عواطف معينه بين الناس وبعضها، يعني ممكن الاثنين بيكونوا بيكرهوا بعض مثلا، حاجات غير مبرره بقى، واحد شايف نفسه احسن من الثاني، واحد شايف اسكندراني ده الكلام اللي هو يعني ملوش لازمه ده، فايه لازم ايه نعمل في اساليب ان احنا نرفع الحاجز العاطفي المنظم، اللي هو يبقى ايه ما يبقاش حد بتعامل معاه ب ب ب ب ب ببرسبشن مش حلو يعني. خلاص النقطة الثانية المهمة جدا، استخدام أساليب التدريب على الحزم في الأمور ولعب الأدوار. يعني أنا زي ما بنتكلم على الديمقراطية، بنتكلم على الحب. وعلى فكرة الحب ده مش معناه إن أنا أتسيب، بالعكس. الحب معناه إن أنا اللي بيشتغل معايا ده أديله كل خبراتي وأديله إنما وقت ما يبقى فيه خطأ، وخصوصا الخطأ المقصود ده أنا ما أعرفوش، ده لو ابني. يعني حتى نفكر فيها، ده دي برضه مثال بنقوله، لو ابني وابن الجيران عملوا نفس الغلطه انا بعمل ايه؟ بمسك ابني اقرص ودنه جامد، ابن الجيران بقول له ايه؟ بقول له ما تعملش كده تاني يا بابا. فمش معنى ان انا بحازم في مشروعي او في مؤسستي او اي حاجه ان انا يعني ايه ان انا وحش، لا
احيانا محتاجه حزم وايه وظبط للمسائل يعني. طيب استراتيجيات السلبيه، خلاص فاضلنا 2 3 سلايز بس. بناء وتنميه علاقات مؤثره ومدعومه، تجنب سوء استخدام الالات والمعدات والخدمات. خلي بالنا الحاجات دي كلها مهمه جدا، لان بيبقى في سيفتي يعني. حتى نخلي بالنا من حاجه، انت لو بتعمل ايزو او اتش اس اس اي اللي هي ال 45000 دلوقتي، كان زمان كانت 18000. ان الالات والمعدات والخدمات دي لازم ايه استخدامها يبقى ايه، يبقى مظبوط، ما يبقاش لا بتسيب ولا ان انا احرقها ولا الى اخره. هنا وصلنا لاخر اللقاء بتاعنا، وبشكركم جميعا لصبركم، ويعني وما فيش كلام ينفع ان اشكركم عليه، وما شاء الله يعني. وارجو ان يكون يعني ايه ان الكلام وصل لكم بشكل يعني ان شاء الله، بشكل يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر الحال. وانا جاهز لاي سؤال او اي راي او اي نقد او اي حاجه تحت امركم. باشمهندس احمد، يعني بصراحه الناس مبسوطه جدا بالمحاضره يا دكتور، ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم حبيبي، انتوا الناس افاضل حقيقه، والناس عديكم سعاده يعني ليس لها حدود بصراحه. وبنعمل ان الكلام ده كله ان شاء الله يعني ايه ينتشر، يعني هينزل بعد كده المهندس محمود بينزله على اليوتيوب، وبيقطعوا حتة صغيرة يعني ما بتبقاش المحاضرة بالحجم ده كله. بنعمل برضه يحصل نشر الكلام ده كله، واللي عنده مجموعات اللي عنده حاجة يبعت لها اللينكس، لأن هو المطلوب من الكلام ده يعني إيه يبقى ينتشر. هو كلام مش صعب يعني زي ما أنتم بتشوفوا، بس هو في ناس كتير بتصعبه، والناس كتير بتحطه في إطار يعني بتسميه أكاديمي، وأنا يعني ما يعني أو بتسميه مثلا يعني مسميات أخرى، لكن الموضوع بسيط، والإدارة من أجمل العلوم وأسهلها. وإن شاء الله يعني أي حد فري يعني إن هو يوزع كل بتاع الفيديوهات اللي موجودة اللي الباشمهندس محمود بيقسمها يوزعها، عايزين انتشار يعني، عايزين انتشار على قد ما نقدر عشان إيه تعم الفايدة يعني إن شاء الله. وشاكر جدا 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 على وجودكم، وشاكر لبيم أريبيا، وشاكر لكل الناس. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني لقاءنا ان شاء الله يوم الاحد الجاي اذا كان في العمر البقيه ان شاء الله. وشاكرين جدا جدا على كل حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.